برافو برافو الجماهير الحاضرة معنا الليلة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من يومية الكان، أقل من 24 ساعة إن شاء الله وتنطلق المغامرة الإفريقية للمنتخب الوطني التونسي. الأجواء بدأت سخونة من هوني وإحساس آخر متر وشعور آخر، واحد لحمه يقشعر روحنا نسمعه في الغنية هذه، فما بالك بالملعبية غدوة إن شاء الله في أول مباراة باش تنطلق الكان. طبيعة نتمناه أنه البداية تكون موافقة، الجماهير سي حاضرة، كل شيء حاضر في مصر، إن شاء الله البداية تكون موافقة، ولو أنه البداية الكل صعاب كما لاحظنا في بداية كأس أفريقيا. لطفي السليمي مرحبا. مرحبا ومرحبا بالمشاهدين، وربي يوفقنا إن شاء الله غدوة في البداية الافتتاح إن شاء الله. إن شاء الله. صادق حبيش مرحبا بك. مرحبا بك محمد علي، مرحبا بكامل الحضور ومتابعي الوطنية الأولى. كيف كيف؟ ان شاء الله غدوه نبداو بثبات وان شاء الله ننتصر في المباراه الاولانيه اللي تنجم تحل لنا البيبان الثمانيه ان شاء الله. بعد شويه ان شاء الله يلتحق بنا هشام بالقروي لاعب الدول السابق الجزائري لاعب النادي الافريقي والترجي الذي التونسي، ويلتحق بنا ايضا نبيل الكوكي ان شاء الله في طريق يخطو كما قلنا. بعد شويه عديد الفقرات اكيد نتابعوها في حصتنا الليله، باش نركزوا برشا على المنتخب الوطني التونسي، تدريبات الندوه الصحفيه للمدرب انان جيريس ووجدي كشريده، كواليس المنتخب في مصر. بعد شويه ايضا باش يكون عندنا رابط مباشر من مقر اقامه المنتخب الوطني التونسي مع المدرب المساعد انيس البوسعيدي وفقرات عديده اخرى ان شاء الله ترقولها في حصه الليله. لكن قبل كل شيء نبداو بشويه نوستالجي، نشوفوا بعضنا اللقطات هذه اكيد لقطات محفوره في مخيلته وذاكره برشا تونس. توزع ترجع من الدفاع، مهدي النبطي في الاعتراف، مهدي النبطي في الاعتراف، يوزع مره اخرى بالراس، هدف الهدف الاول للمنتخب التونسي. دوسان دوسيلفا ضربه ركنيه اتنفذت ثنائيه كما تعلمون، ثم ترجع في القائم الثاني والاعاده عمليه ثنائيه باهيه. جوزي كلايتون يساعد الهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح المنتخب الوطني التونسي الجزيري. ممتاز. الهدف الثاني كان تسديده من كلايتون، ما تصدقش بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم إذا مرة أخرى مشاهدينا الكرام، التحق بنا هشام القروي. هشام مرحبا بك. مرحبا بكم أنتم زاد. مرحبا هشام. إذا فاصل إشهاري قصير مشاهدينا الكرام، بعده نرجعوا نواصلوا بقية فقرات الحصر. التكويرة ما تتلعب كان بكورة بو وبس بدري كرومبون في تيغام غطي بالجازون، وما ثماش تكويرة واحدة، التكويرة تتلعب كيما تحب. على خاطر غرامك بالكورة إليميتي، تمتع بانترنت أون إليميتي مع ليزوفر انترنت فيكس أورانج ابتداء من 26 دينار و900 في الشهر، باش ما تراتي حتى ماتش ملكان توتال مصر 2019. أورانج مساند لكل تكويرة. أيا ما نزربني عاد، عندي شوتينغ من بعد. تهنى مدموازيل، ما تخرج كان مزيان كيما اللي كنت تشوف فيه في التليفون. ما تقوليش تغششت، راني نحكي على ابليكاسيون جديده تاع بونتو اكس 2، ونزيدك زياده مع بونتو تلقى الليل وراحه البال.
ترى هيك الحكاية، خذ راحتك مالك. بونتو آيكس دو الداعم الرسمي للفرحة بفوز المنتخب. اهلا وسهلا، مرحبا بكم اذا مشاهدينا الكرام مره اخرى. متر كلنا نشاهدوا في لحظات تاريخيه، اكيد تتويج 2004 التتويج الوحيد للمنتخب الوطني التونسي بالكاس الافريقيه. شنو يلزم السنه باش نعاودوا نعيشوا لحظات كما اللي عشناها وقتها؟ ان شاء الله فينا عند كبارنا مش عند صغارنا. ان شاء الله ان شاء الله 2004 شكون ما يتذكرش الملحمه الكبيره. ونذكر 14 فيفري يوم عيد الحب صادف، كان تتذكر 14 فيفري 2004. دونك ان شاء الله الحب يتواصل بطبيعه الحال. عندنا جيل اليوم اللي قادر وانه ينجم يفرح برشا التوانسة. الناس كل تستنى، رينا الجمهور تبارك الله حاضر، الناس كل تحلم بطبيعه الحال. نحن مساقين على القاع لانه رينا اليوم مثلا دليل، رينا اليوم فريق سنغالي معنا من مستوى كبير ياسر. نجم نقولوا اليوم اللي ريناهم حتى التوا السنغال والبقية، ولكن الفريق التونسي رغم غياب ماني ورغم الإصابات معناها فريق حجم آخر، ديمونسيون أخرى، كرة أخرى، إمكانيات رهيبة، ولكن وزن ثقيل. أي معناها من الوزن الثقيل، ولكن حتى تونس عنده فريق، عنده فريق اللي نجم يرجع لنا 2004 وربما حتى عام 96 حلو وراه. ضرب الجزاء المنتخب الجزائري هشام وبغداد بنجاح بيت سجلت ضربة الجزاء، بغداد بنجاح يسجل الهدف الأول للمنتخب الجزائري. أكيد قلوبنا أيضا مع المنتخب الجزائري كما المنتخب التونسي. هشام بداية باهية وبغداد بنجاح يفتتح النتيجة. بون صافي ان غران بليزير بالنسبة لبغداد بنجاح باسكو في لو روندمون اللي راه يقدم فيه، معناتها حتى الجزائر محتاجه الفيكتوار نتاع اليوم، سيرتو لا بريسيون في ليفيكتيف ريش و لا بريسيون برشا على جوارات يلعبوا في لو نيفو اي تو، خاصه بعد المباريات الوديه. هشام بون ما يكون ما تكونش ريفيرونس باسكو تلعب مع حتى نقولوا فما برشا جمعيات عملوا، حتى المغرب نشوفوا عملوا دو ماتش وخاصه خساره. جيمري بيان ان شاء الله باش نكملوا الماتش هكاك باسكو طول طون الناس اللي عندهم الاكسبيريونس يعرفوا خير مني هما. الماتش الاول تاع كوب دافريك هو اللي يعمل لك بيبان باش تكالي في الدوزيام تور. جامري بيان باش نكاليفو ان شاء الله احنا. صادق نجي معاك كي مسالت الميتر شنو لازم في كان السنه باش نعاودوا نشوفوا الفرحه نتاع 2004. ما لازم اول حاجه برشا ثقه، لانه انعدمت شويه الثقه معناها في المنتخب التونسي في الادوار الاقصائيه. لازم ايضا معناها بريزونس ديسبري لو جور جي، معناها لازم اللاعبين يكونوا حاضرين خاصه بدنيا، مهم جدا في اخر موسم وحاضرين. اللحمه ريناها موجوده، الفيستير متميز، الاجواء متميزه، اللاعبين معناها يعيشوا في اجواء طيبه برشا، تمارين كيف كيف، ولو انه كما حكينا البارحه مع الماتر فما شويه غموض، خلينا نقول باش ما نقولوش منع، خلينا نقولوا غموض، فما شويه غموض من ناحيه التشكيله الاساسيه ولو اني باينه بنسبه 9 10 11 معناها، ولكن ان شاء الله الاولاد كما قلنا يمشيوا خطوه خطوه، يخموا بالماتش بالماتش، وان شاء الله الكوب دافريك هذه تخلي المدرب بدو ريزولتا ممتازين من الاول، تخليه ينجم يلعب لاعبين اخرين في المباراه الثالثه، وكمسا يعطي قسط من الراحه للاعبين اونتر بارونتيز الاساسيين، خاطر ما فماش لاعبين اساسيين في منتخب تاع 23، كمسا نجموا نوصلوا الادوار الاقصائيه باكثر فريشور اللي نقصتنا برشا في 2017 وحتى في البطولات الافريقيه السابقه. ومن بعد كيما حكينا برشا مرات، من بعد كي باش تطيح كوت ديفوار، غانا، المغرب، اللي هو مباراه نتاع معناها قد ماتش وحسيبه مباراه بيلو فاس، معناها ما تنجمش كيما نجم تربح تنجم تتعاد كيما تنجم تخسر. اعطينا تو نتعداو دوزيام تور حساب اخر ان شاء الله. لطفي هو شوف بالنسبه لي بون 2004 كان معناتها استثناء، وكان معناتها انتصار ممتاز وفرحه كبيره برشا. ديما كي نحكيو بعض الاحيان في الكواليس نقول 2004 الحاجه كانت مقلقتنا احنا شويه اللي احتجنا انه نجنسوا نوعا ما زوز ملاعبيه في الفتره ذيك. الجيل هذا حقيقه يعتبر استثناء، علاش؟ لانه تكون مع مرور الوقت، فما ملاعبيه متكونين في اوروبا، ملاعبيه من تونس، ملاعبيه من البطوله نتاعنا، ملاعبيه عندنا عدد نتاع ملاعبين محترفين خارج اصغر تونس. مستوى اعمار في الكان فوالا.
شنو ممكن نقطة الضعف الوحيدة بالنسبة للمنتخب نتاعنا في المشاركة هذه؟ اللي المنتخب التشكيلة الأساسية نتاعو ماهيش واضحة وما لعبتش مباريات رسمية مع بعضها من فترة، معناتها قاعدة تبناء وممكن يتبناء في الكندية حسب رأيي الشخصي. ذاك علاش أنا واحد من الناس قلت المنتخب كيوصل دور النهائي بالنسبة لي أنا يعتبر إنجاز كبير برشا. علاش؟ على خاطر المنتخب نتاعنا نلعبوا براس حربة، شكون راس المهاجم، شكون لعب الوسط، عندنا بن عمرو المصاب في وسط الميدان، والكاس افريقيا هذه راهي باش يحسم فيها وسط الميدان بصفه كبيره برشا. علاش؟ لانه المنتخبات الكبيره عندها خطوط هجوم كبيره برشا ممتازه ياسر، لهذا دور وسط الميدان دور احنا كلاعبيه اللي يفكوا كره في وسط الميدان اللي يعرفوا كيفاش ينزلوا النسق نتاع المباراه ممكن يكون مؤثر. بالنسبه لي انا المنتخب التونسي ان شاء الله غدوه نعملوا انطلاقه باش نجموا نبداو باريحيه معناتها في المسابقه هذه. هذا تذكير في المشاركات نتاع المنتخب الوطني التونسي في الكان بعد 2004، واختلفت عليها التقييمات بين الكلمه اللي ما حبهاش المات الخروج من الباب الكبير ومرفوعي الراس وبين شكون اعتبرها خيبه تفكير مع عماد زهمول والفا النجار بمشاركات منتخبنا في الكان بعد 2004. المنتخب التونسي واحد من خبراء القارة الإفريقية باش يشارك للمرة 19 في تاريخ كأس الأمم الإفريقية في نسختها 32، ثلاثة مشاركات في الدور النهائي مرتين كوصيف 1965 1996 ومرة تمكن خلالها المنتخب من التربع على عرش القارة الإفريقية، كان ذلك في دورة 2004 بتونس. 13 فيفري 2004 المنتخب التونسي يتوج بالكأس الإفريقية بعد ما انهى الدورة في المرتبة الأولى 4 انتصارات 2 تعادلات. ترجم الدفاع، مهدي النفطي في الاعتراف، مهدي النفطي في الاعتراف يوزع مرة أخرى بالراس، هدف الهدف الأول للمنتخب التونسي دوس سيلفا. لحظات تاريخية تراهن وصول كارتاج على تكرارها بعد 15 سنة رغم المشاركة في 7 نهائيات. دورة مصر 2006 المنتخب التونسي يعجز على المحافظة على التاج الإفريقي، ينسحب من الدور ربع النهائي أمام نيجيريا بضربة الجزاء بعد مسيرة حقق خلالها 2 انتصارات وتعادل وهزيمة. نفس السيناريو يعاد في دورة 2008 في غانا، المنتخب التونسي ترشح للدور ربع النهائي ينهزم ضد المنتخب الكاميروني 3-2 في مشاركة انتهت بحصيلة انتصار تعادل وزوز هزائم. دورة أنغولا 2010 المنتخب التونسي يمر بجانب الحدث مشاركة دون المأمول، نصور كارتاج يغادروا الدورة منذ الدور الأول بعد 3 تعادلات في 3 مباريات. دورة 2012 الجابون غينيا الاستوائية، المنتخب التونسي يتجاوز دور المجموعات 2 انتصارات وهزيمة ثم يغادر الدورة في ربع النهائي بعد من هزم من غانا 2-1. نهائيات 2013 المنتخب التونسي يرجع لبلد البافانا بافانا وين تمكن في 1996 من بلوغ الدور النهائي، لكن في هالمشاركة اكتفى بالدور الأول باش ينسحب بعد 3 مباريات حقق خلالها انتصار وتعادل وهزيمة. 2015 في غينيا الاستوائية نصور كارتاج يترشحوا للدور الربع النهائي 2 انتصارات وتعادل في الدور الأول ثم ينهزم من منتخب البلد المنظم 2-1 ويغادر الدورة. نفس السيناريو لاحق نصور كارتاج في دورة 2017 بالجابون، المنتخب يترشح للدور الربع النهائي وينهزم من بوركينا فاسو 2-0. 5 مشاركات في الدور الربع النهائي مرتين ينسحب من الدور الأول هي حصيلة المنتخب منذ التتويج بالكان في 2004. الأكيد وأن الوقت حان لاستعادة مجد الكرة التونسية وفرضها على القارة الإفريقية، ما أن كل الظروف متوفرة من إطار فني من المستوى العالي بفيلق من ألمع نجوم الكرة الإفريقية وبمساندة الجماهير التونسية الحاضرة بكثافة في بلد الفراعنة في انتظار تتويج ثاني ليس بمستحيل على نسور كارتاج.
صادق، علاش من 2004 ما نجمناش نعاودوا الانجاز؟ شنو هما الاخطاء يمكن اللي وقع فيهم المنتخب الوطني التونسي واللي يلزم نتلافاهم في الكنادي؟ والله كيما حكينا البارح محمد علي، فما برشا مباريات كانت في المتناول الحقيقه على الميدان، لكن اسم الفريق المنافس الخصم معناه كانت عندنا منه رهبه شويه، خلينا نقولوا على عكس اللي صار مع المنتخب المصري، وكبرنا وغولنا خلينا نقولوا المنافس، وصلنا عديد المرات معناها في سيتواسيون تاع تعادل، ضربات جزاء، تمديد وقت. صحيح مرينا بجانب الحدث كما كنا نشوفوا مارتين من الدور الاولاني، لكن خمسه مرات نخرجوا فيهم من الدور الثاني اللي هو الربع نهائي، خلينا معناها ديما عندنا بك الحسره، معناها خلينا نحسوا رواحنا قادرين باش نتعداو دور نصف النهائي، لانه في عديد المرات غينيا الاستوائيه، بوركينا فاسو مثلا، كنا معناها قادرين باش نتعداو، ما كانوش حاجه منه. سجل الهدف الثاني المنتخب الجزائري ترتح فيه هشام توا، اي رتح فيه، نعرف على حسابه. دونك هذا هو معناها لازمنا كيما قلت لك من بكري، معناها نحاولوا كيفاش ناخذوا ماتش بار ماتش، نتعداو الدور الاولاني، نحاولوا كيفاش نقعدوا ساقين على القاع، ما نخموش من توا في المربع الذهبي ودور نهائي. سمعت برشا تصريحات دور نهائي مربع ذهبي، لا لا لا، كل حاجه تجي في وقتها. 2 جويليا فما مباراه الاخرانيه هي باش تحسم من المجموعه، 8 جويليا، 15 جويليا، ومعناها نمشي خطوه خطوه. ومن بعد ظهر لي الاطار الفني عنده من الكفاءه ومن العدد كما وكيفا اللي تبارك الله باش يحاولوا كيفاش يحصروا معناها المنافسين نتاعنا الكل، ويحاولوا كيفاش يعطيوا معناها يونيدي جلوبال للناخب الوطني باش يحاول يحط المنتخب في احسن الظروف. واحنا قادرين الحقيقه حسب رايي معناها، وحتى ذكرنا من قبل وحكينا من قبل، حسب رايي نتعداو عقبه الربع النهائي الساعه، ولو انه المره هذه الدور الثاني باش يبدا بالثمن النهائي، خاطر المرات الاخرى كان يبدا بالربع النهائي، معناها بور نو الماتش الاولاني اللي بعد البول بلوز او موا معناها هو اللي كان الماتش الصعيب انيغوسي، تو فما ماتش قبله ديجا، وحتى نكملوا نتعداو من المجموعه، معناها حسب رايي هذه كل اراء مسبقه، نمشيو معناها تير تير، اي سورتو نعولوا على المجموعه كامله، فما اسرار في نجم يعطينا حلول، فما البدر نجم يعطينا حلول، سليك يعطينا حلول. حكينا على الحاجات اللي يلزم نتلافاوها ونتفاداوها، ماتر وانت كنت موجود تقريبا وحللت اللي كان هذوما الكل، شنو هما الاغلاط اللي وقع فيهم المنتخب الوطني التونسي، شنو هما المؤاخذات عند نتاعك عن نسخ الفارته نتاع الكان؟ والله كي تشوف الارقام من بعد 2004، الفريق التونسي في المستوى الثاني افريقيا، عمره ما خلط للمربع الذهبي. بورتون تشوف الكلاسمون تاع الفيفا تلقانا الاولانيين الثانيين الثالثين. معناها فما تناقض كبير ياسر، تشوف الواحد تقول هذا فما حلقه مفقوده. فما حلقه كبيره مفقوده، تشوف الارقام هذم، منتخب متواضع جدا، يا يخرج من الدور الاول، يا يكمل الدور الاول ويمشي يروح. تبقى وين اللي كنا نوصلوا لبعيد بعد 2004؟ 2006 و2008. 2006 و2008 عندنا كانت عندنا جيل قادر وانه يوصل وربما يهز كاس افريقيا وقتها، مصر بطبيعه الحال الجينيراسيون تاع مصر، ولكن فريقنا وقتها على المقابله الثالثه نربحوا الاثنين ونرتحوا في الثالثه بور ريكيبيري، هذيك كانت لنا غلطه كبيره في 2006 كنت تتذكر، ربحنا زوز مقابلات وكان فريقنا معناها هو بطل افريقيا 2004، جينا في المقابله الثالثه رتحنا الناس الكل، جينا من بعد المقابله مع نيجيريا اللي خسرناها فريمون ضربات جزاء، ضربات جزاء، لكن كنا نجموا، كانت عندنا جيل وقتها دكتور، كنا نجموا نتعداو دون المرور اللي من بعد من 2010 الحقيقه، من 2010 ما عملنا حتى كاس افريقيه باهي، ما نكذبش عليك، لو انا تحرمنا وتظلمنا في غينيا، في غينيا الاستوائيه اي نتاع الحكم هذيك، ما ندخلوش في الجزئيات. مثلا انا نذكر الكاس افريقيه نتاع 2013 اللي ربحنا الجزائر في الدقيقه 90 هدف يوسف المتساكني، من بعد خرجنا احنا والجزائر من الدور الاول، فضيحه معناها، فضيحه احنا والجزائر، اللي لاحظوا في هذم الكل دليل، وانه عمرنا ما خرجنا عن طريق فريق عربي، ما نخرجوا كان عن طريق فرق افريقيه. اليوم عندك جيل جديد، هذا تاريخ، هذا تاريخ، عندك جيل جديد، جيل فيه ملاعبيه عندهم مستوى كبير، وسط النضج، فما ملاعبيه زون اكين ستن ماتوريتي. الجيل هذا اللي كنا نشوفه دليل نقى، وانه القدام عندنا فريق فعلا من الحجم الثقيل، التالي شويه خفاف، من التالي شويه خفاف، ولكن قدام الحجم الثقيل، فريق يبشر بكل خير، ما نكذبوش على رواحنا انه القرعه باهيه مش خايبه قياسا في دور له، في دور له، قياسا مع بطبيعه مجموعات
من المجموعات الاخرين، مثلا مجموعه الجزائر ومجموعه المغرب مثلا، معناها مجموعه كبيره معناها. دونك وقتها نجم تتولد فريق وطني. انا ديما نتذكر وانه الفرق الكبيره الوطنيه تتولد في الدوره من رحم الدوره. صحيح. ذكر 96 كاسبر جاك وقت اللي هز الاولاد ومشى بهم المغرب ومصر في سلة افريك دو سود. ناكد لك دالي وانا نخدم انا اعلامي ونعرف ونتبع من 23 لاعب يمكن 10 عمري ما سمعت بهم. لا مش هو عمره ما سمعنا انا ملاعبيه ما تصورتش انهم باش يعطيو في البدايات المنتخب طريين اي مازالوا. ومن بعد بطبيعه الحال الجيل هذاك معناها تولد في كاس افريقيا المقابله الاولى خسرناها، ومن بعد ولات الاغنيه الشهيره مانيش مروحين كنت تتذكر وقتها. بطبيعه الحال المسؤولين بعد المقابله الثانيه خذوا الطياره وروحوا، قالوا لهم ما يكملوا الثالث ونستناو فيه يا اخي. من بعد عاودوا خذوا الطياره وعاودوا جاوا يا قاو الاولاد. دونك نتصور وانه المؤشرات الايجابيه نتاع فريق باهي كبير ينجم يعمل كوب دافريك حلوه موجوده تو في الفريق الوطني. هو ماتر شوف على المستوى الاسماء نتبعوا باش نكونوا واقعيين معناتها، على المستوى الاسماء ماناش في حجم السنغال ولا حجم الجزائر ولا حجم مثلا ما شفناش تو كوت ديفوار، مازلنا ما شفناش غانا وحتى نيجيريا مازلنا ما شفناش. انا تعمل في ترانزيسيون مازلنا ما شفناش. لكن المنتخب نتاعنا حتى في التاريخ نتاعو عمرنا ما كنا في التاريخ القريب مش البعيد، عمرنا ما كان عندنا نجوم عالميين كبار. ديما نبنيو القوه نتاعنا، نستمدوا ديما القوه نتاعنا من المجموعه وممكن الروح نتاعنا من التنظيم الدفاعي نتاعنا. حتى قبل علاش ناكد على كلمه من التنظيم الدفاعي، حتى قبل كنا نبنيو الخدمه نتاعنا الكل على تنظيم دفاعي كبير برشا، ونلعبوا ديما على الهجمه المرتده ثابته دينا من غادي. في المشاكل الافريقيه هذه لو الامور تبدل برشا. علاش؟ خاطر المنتخب التونسي جاي عنده لي زاتو اوفنسيف، معناتها عنده اشياء هجوميه، عندنا ثقل هجومي كما كان توا يحكي متر. يلزمنا نمشيو، اش معناتها يلزمنا نمشيو؟ يلزمنا باش نصنعوا اللعب، يلزمنا باش نحاولوا نخلقوا فرص، يلزمنا باش نمشيو نطلعوا لقدام باش نخلقوا امام منتخبات باش تقعد تستنى فيك. خاطر توا باش تلعب في المجموعه هذه موجود، باش تلعب مع امام منتخب باش تستنى، باش تقعد تلعب المرتدات هي. كانت قبل نقطه الضعف نتاعنا هذيك، كنا ما نقتلوش المباراه بين قوسين بطبيعه الكلمه هذه بالسرعه اللازمه. كنا ديما نقعدوا وبعد تصير لنا مشكله ونقبلوا هدف ونقعدوا نعانيوا شويه اثناء المباريات. توا عندنا لي زاتو، شنو هما لي زاتو نتاعنا؟ وفي نفس الوقت نقطه قوتنا هما ينجم يكون نقطه ضعف في بعض الاحيان. عندنا توا مثلا المساكني يعتبر مع بالنسبه لي انا مثلا النجم النجوم الكبار نتاع كاس الافريقي هذه، رغم اللي ماهوش لا هو في الامكانيات نتاعو المعروفه ولا هو جاي من فريق ولا في بطوله كبيره، ماهوش في المكان نتاعو معناتها. اش معناتها؟ معناتها بالنسبه لنا احنا هو النجم نتاعنا رقم واحد، هو اللي عنده اللقطه الفنيه، هو عنده الشخصيه الفنيه، هو اللي عنده ترانزيسيون يعملها، هو اللي خلق لنا نص فرصه وقت بدا عندنا مشاكل. يوسف مساكن ماهوش في احسن حالاته، رغم العمل المباراه كبيره برشا الاخيره ماهوش في احسن حالاته. في جاني ساتي في وسط الميدان اللي يربط بين الدفاع والهجوم، عنده كل لمسه يتعرق يكسر شويه الخطوط، ماهوش في احسن حالاته، كان مصاب وقاعد يرجع. يعني نقاط القوة نتاعنا هما في نفس الوقت ينجموا يكونوا يقلقونا شوية. وهبي الخضري اللي هو مهاجم واللي يعطي في الإضافة، البدري ممكن يجي تاعب توا خاطر عمل موسم طويل برشا. إن شاء الله المجموعة هذه، إن شاء الله المجموعة هذه وعندنا ثقة فيها كبيرة، إني مع مرور الوقت مع المباريات علاش مهمة برشا راهو إن المجموعة ماهيش قوية. فما بطبيعة عندنا الوقت، عندنا مالي اللي تعتبر مش قوية أونتر بارونتيز. فوالا اش قلت لك، عندنا الوقت باش نبنيو منتخب ما غير ما يبدا. ونرجع لرايك المباراه الثالثه لا فاموز فوالا، ما غير ما يبدا يبدل برشا، خاطر احنا ما عندناش منتخب ثابت. شكون قلب هجوم تاعنا توا حاليا؟ توا الناس تخمم في خزري، ولو ان احنا حكينا برشا مرات اللي كونه خزري مع دي ديفونس ريجروبي باش يتعب شويه. فوالا دونك ما تعرفش شكون رقم تسعه نتاعنا، ما تعرفش شكون لي دو بيفو تلعب بهم. عندك شو اسمه نتاع الخيري والثاني ما تعرفش شكون توا حاليا، شكون حارس مرمى الاساسي رقم واحد نتاعنا؟ دونك اوتوماتيكمون باش يلعب بكشريدة وبن محمد ولا باش يلعب بزوزه؟ دونك اوتوماتيكمون المنتخب نتاعنا ماهوش ظاهر. اون سي ان افونتاج راهو بطبيعه افونتاج، خاطر في نفس الوقت معناها عنده خيارات. صحيح. اللي عندك معناها بن محمد والحدادي ما شاء الله. صحيح. معناها لي بروبليم ديريش هو تعرف الافونتاج نتاع المجموعه هذه توا، اللي واضح ان المنتخب التونسي اول مره ماشي كونكيرون، معناتها ماشي باش يلعب المباراة نتاعو. كي تاخذ انت الباك يمين نتاعك، معناتها المدافعين نتاعك اليمين واليسار كلهم هجوميين، اعرف اللي ماشي في الشخصيه وفي المخ نتاعك في التفكير نتاعك ماشي على مجموعه باش يمشي تربح. كان تشاركني الراي، اول مره
لاحظوا اللي كونوا تشكيله ني با جوي دافونس، هذاك افونتاج، ولاحظوا اللي كل مكان كل مركز فيه زوز لاعبين ينجموا يلعبوا. المشكل ما كانش عندنا من ناحية تلقى مشكل في الاوتوماتيزم وقتها. اي مش مشكل، مشكل شويه في نوعا ما. علاش قلت لك توا علاش قال لك تولد المنتخبات تولد في الدوره نتاعها وقت باش تخلق مع مرور الوقت اثناء البطوله نتاع هذه نتاع كاس الامم. باه تنجيو نحكيو اكثر فنيا وتكتيكيا على المنتخب الوطني. اما هشام براتيكمون تقريبا نفس الوضعيه بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري اللي يقعد ايضا بتتويج افريقي وحيد عام 90 رغم النجوم الكبيره اللي جات على المنتخب الجزائري خاصه في السنوات الكبيره برشا اسماء برشا نجوم، لكن ايضا في المنتخب الجزائري حلقه مفقوده ما خلاتوش يمشي لبعيد في الكؤوس الافريقيه. تتخمات يعرف المونتاليتي نتاع لي جوار اللي عايشين لبرا كي تجيبهم في كي تجيبهم في باغ اكزومبل تهزهم لافريك كلها ديفيسيل باش لادابتاسيون. نو نو لادابتاسيون ديفيسيل والريتم اللي يلعبوا اثنين بلاش الجزائر وجوست الريتم اللي يلعبوه في الاوروب ما غاديش يلقوه ما يلقوش فاسيليتي مع ليزيكيب تاع كيما السنغال كيما غانا كيما نشوفوا لي ماتش في الاوروب نشوفهم تحس باللي فما فاسيليتي شويه، اما في الافريق ما فماش هذيك، ما يعطيكش وقت باش تكونترول الكره وباش تدور وباش تلف، هذيك ما فماش، معناتها الادابتاسيون تاعنا تاع لي جوار الى ماجوريتي. علاش انا تونس نحب معناتها كيف تاع الجزائر كيف تونس نحكي شويه على تونس، علاش نحكوا على المجموعه تاع تونس؟ لا ماجوريتي دي جوار يلعبوا في الشامبيون تاع تونس. معناتها كيلكو جوار معناتها فما اوتوماتيزم فما يعرفوا بعضهم جوارات، هذه اللي مخلت تونس معناتها نشوف انا في اللي نعرف الاكسبيريونس شويه نشوف تونس نجم تمشي الدوزيام تمشي الدومي فينال تنجم فاسيل تمشي الدومي فينال. بار كونت نحكوا على لي سوربريز اللي في كوب دافريك هذه كي تشوف البوراندي وتشوف الزيمبابوي وتشوف مدغشقر اللي البارح نشوفهم معناتها فما فما لي سوربريز في هذه. هشام هذوك سوربريز تاع برومي ماتش راهو. اي معناتها لكن اللي بعد صعيب برشا باش نقص عليك في حاجه هشام سامحني. راهو المنتخب الجزائري ممكن أول مرة النجوم نتاعو حاضرين ذهنيا لكأس أفريقيا هذه على خاطر قبل كانت تلعب في شهر جون في فيفري. صحيح. وكانوا يخرجوا من البطولات نتاعهم وكانوا ديما يتقلقين برشا أنه يخرجوا من الأندية نتاعهم باش يجيو يلعبوا مع كأس مع المنتخب الجزائري. ما كانوا مش مركزين تلقاهم في نفس الوقت أساسي ولا احتياطي في الفريق نتاعو يخسر المكان نتاعو كأساسي ما كانت كانت مشكل كبير. أما صعيبة برشا باسكو علاش؟ المونتاليتي نتاعنا ماجوريتي دي جوار نتاعنا نحن مش متربيين في الجزائر. 5 جوار ولا 4 جوار اللي يلعبوا في الجزائر معناتها لا مونتاليتي نتاعهم لافريك راه جايهم صعيبه. صحيح. يجي من مانشستر سيتي كيف محرز نتكلم على دي جوار راهم كي تهزهم تنزانيا تعرف لي كونديسيون في لافريك راهم صعاب برشا كي تهزوا هو بطبيعته ما يحبش يلعب كوب دافريك كيف هكا. الناس عندهم دي سالير كبار دي كونترا كبار يقول لك انا نجي نضيع وقتي في كوب دافريك. ما احنا هنا في الجزائر عندنا بريسيون كبيره فيل ضيعنا الكان 2017 وخرجنا من بريمي تور برشا بليستار اللي عندنا وكل شيء راهي بريسيون كبيره معناتها مينيموم ومينيموم باش يمشيو الدومي فينال كان ما يمشوش الدومي فينال نغارونتي لك رياكسيون خايبه على الاخر. نمشيو ونقلبوا بشويه بشويه للمباراه غدوه ان شاء الله المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الانغولي. تشادو شنو قال الان جيريس في الندوه الصحفيه اللي قبل المباراه؟ Un joueur comme ça, c'est un joueur qui possède un talent, le talent, je veux dire, le talent, ça s'explique pas, ça s'explique pas, c'est naturel, c'est quelque chose que les grands joueurs ont, il a ça, la difficulté pour lui c'était de retrouver progressivement le rythme, il a pu le faire à travers son club en Belgique, Eupen, je l'ai suivi à travers ce qu'il faisait mais également en échange avec son entraîneur que je connaissais bien pour avoir une forme de bilan au quotidien et ce joueur-là peut nous apporter, si je l'ai décrit en ayant du talent, apporter son talent et son talent c'est déjà beaucoup quand on peut posséder un joueur qui en a. C'est la vie comme on dit, demain on rentre le premier match dans la compétition, c'est un match important, on gagne les 3 points. Inch'Allah.
لطفي، اصعب واهم مباراه المباراه الاولى لونتام تاع الكوب دافريك، كيفاش نبداو الكوب دافريك؟ بالطبيعه لانه خاصه انه شفنا برشا مفاجات، كنت تحكي على المفاجات نتاع الدور الاول. الدور الاول لانه حتى المنتخبات الصغيره واللي تعتبر ضعيفه او متواضعه نوعا ما بالتاريخ نتاعها، المباراه الاولى بالنسبه لها هي افتتاحيه، معناتها المباراه الاولى باش تعمل فيها كل شيء، باش يكونوا مركزين اكثر، باش يحاولوا انه يشرفوا البلاد نتاعهم والعلامه نتاعهم. دونك ديما المباراه الاولى صعيبه ياسر، خصوصا انه باش يلعبوا امام منتخب اكبر منهم، المنتخب التونسي، يعني باش يكونوا قارين حساباتهم، باش يكونوا منكمشين منظمين رواحهم بطريقه اللي تخلي المساحات فماش، يعني هذا باش يكون دور صعوبه المباراه الاولى، على خاطر هذيك تعطيك ثلاث نقاط الاولى تدخلك في الـ في الـ في الكومبيتيسيون، تدخلك في المنافسه من باب الكبير، وتخلي تعطيك تنقص عليك الضغط وتخليك تخدم المباراه الثانيه باريحيه اكثر، لانه يعني المباراه الاولى هذيك هي في كاس عالم، في كاس افريقيا، في اي مناسبه، في اي مشاركه، ديما المباراه الاولى هذيك مباراه افتتاحيه نفسانيا، تخليك بعدك على الشك، بعد الدود شويه على في المجموعه نتاعك، وتخليك ماشي في، تاكد لك على الاختيارات نتاعك وعلى التشكيله نتاعك. تصور لا قدر الله تعمل اي منتخب تاعو عمل عثره مثلا في المباراه الاولى نتاعو، حتى على مستوى التشكيله الاساسيه نتاعو باش يعمل تغييرات، يقول لك انا لازم نعمل تغييرات لان الامور ما مشاتش. الانتصار يخليك تحل ثلاثه نقاط، تخلي تخدم في اريحيه، حتى تعمل بعض الخيارات، بعض التعديلات الخفيفه، ما تخليش حتى تاويلات وحتى شك يدخل حتى في صوف لا اللاعبين ولا الاطار الفني ولا الجماهير نتاع المنتخب التونسي. صادق. كيف كيف المباراة الأولانية أهميتها تكمن في كونه هي أول مصافحة، خاصة بعد المباريات الودية الممتازة اللي قمنا بها، ونعرفوا احنا معناها تاريخنا مع المباريات الودية الممتازة، معناها وليناش نتمناو باش نخسر في المباريات الودية، معناها هذه حاجة حتى حد ما يتمناها، لكن لازمنا ناخذوا بعين الاعتبار لكونه مباراة ودية تقعد ودية في نسق تحضيري تمهيدي تجريبي، توا معناها جديات باش تبدا اليوم. انغولا كيما حكينا لعبت مباراة واحدة مع غينيا بيساو، انتصرت فيها 2-0، تو بعد نحكيو عليها بأكثر أكثر ديتاي، لكن اليوم تونس مطالبة الحقيقة باش توري وجه مشرف الآخر، باش ما نقولوش متميز من المباراة الأولانية، وجه مشرف يعكس مدى التحضيرات. فما برشا زادة ما نساوش جامعة تونسية لكرة قدم قامت معناها بمجهودات كبيرة، وفرت كل ظروف العمل والتنقل والإقامة، معناها يا با ديك لوجيستيا ما فماش على شنو تحكي اليوم، اليوم يا با ديك سكوز اللعبيه والاطار الفني فوالا يا با ديك سكوز. وحتى جيريس اليوم عمل 5 مباريات ما بين مباريات مارس وثلاثه مباريات نتاع تحضيريه البريكان، دونك نتصور وقف بلوز او موان على امكانيات والاستعدادات البدنيه والجاهزيه الفنيه. كما قلنا بكري تونس حاجه الباهيه اللي عندها خاصه من الوسط، ميم سي غياب بن عمر معناها باش يخلي بلاصه كيما في كاس العالم، من الوسط القدام تونس عندها اكثر من 12 لاعب قادرين باش يلعبوا في 6 مراكز، معناها اليوم تصور حسب رايي الفالور انترانسيك يخرج بدري، يدخل صرارفي، يخرج ايفونتويلمون يوسف، يدخل سليتي، يخرج خزري، يدخل خنيسي شوات، معناها عندنا دو لا فالور انترانسيك الحمد لله. قدم بعد كيفاش باش نتعاملوا مع المباريات، خاطر ماتش العراق الحقيقه ما نحسبوش كمباراة لا يشبه للفرق الافريقيه اللي باش نلعبوا لها، لا جا كامل العراق، معناها مباراة أولى، أما الحقيقة محمد علي رينا صعوبة التعامل مع فرق افريقية منكمشة ومغلوق كيما البورندي، نهار اثنين اللي فات. أنا واحد بالنسبة لبورندي عجبني أحسن من أحسن المنتخبات توا، ما بينش فريق ممتاز بورندي أمام نيجيريا، وطريقة لعب نيجيريا لعبت ماتش ممتاز جدا، لعبت 4-4-2 صحيح منظمه ما فيها حتى غلطه على مستوى التمركز، هذاك هو بيراريني وعبد الرزاق فيستون قدام منظمه مباراه كامله منظمه، كان من شويه، واليوم حتى المغرب امام ناميبيا، ناميبيا اقل في ناميبيا اضعف برشا، لكن المغرب لقات صعوبه كبيره. البورندي معلومه ليك سي لطفي، كادريت مرتين قد نيجيريا، نيجيريا كادريت 3 تسديدات، الاخرى كادريت 7 تسديدات، معناه يوريك البورندي وصلت، البورندي خلقت فرص وسط المرمى، ماهيش كل فريق ضعيف، 134 عالميا راهو البورندي. شكون كان يحكي على البورندي قبل ما تلعب المباراة الودية ضد تونس؟ الجزائر وضد تونس، ضد الجزائر. احنا توا اسمها مقابلة افتتاحية. صحيح. في عبارة افتتاحية فهم المفتاح. المقابلة الأولى هي مقابلة مفتاح. اللي لعبوا لي جراند كومبيتيسيون تبارك الله تعرفوا كالضغط نتاع البريسيون نتاع التحضير نتاع الأوتيل نتاع ترقد وتقوم، وقتاش تبدا الكومبيتيسيون؟ توا الاجواء ممتازه،
يا ولدي راهو الانتصار ضروري. انا حسيت بوجه مشرف تو مش وقت وجه مشرف، وجه مشرف نهار 19 جويل يا راهو تو ما تشويت تربح ما تتلعبش اليوم. اليوم يعني نربح ما حسيتش معناها اليوم اللي باش يحكي على مستويات هنا رينا تفرجنا في المغرب اليوم المغرب الشوط الاول تقول فريق مد الدرجه الثالثه الشوط الاول اليوم المغرب تقول معناها تفرجنا في مصر الشوط الثاني كذا تفرجنا في كل الفرق. دونك بالنسبه لي انا المقابله الاولى مقابله مفتاح لانه ثلاثه نقاط مش ثلاثه نقاط بركره ثلاثه نقاط الجو العام الثقه الكبيره لا بون امبيونس لادفيرساري واللي خاف منك سي وانت اون بلوس 24 راهو يتعداو اثنين الاولانيين واحسن سته ثالثين معناها احسن اربعه معناها تبنى عندك ثلاثة نقاط لازم تقول ضمنت المرور نتاعي معناها المقابله الاولى ضروريه تبقى في الفريق نتاعنا. الملاحظه نحب نقولها هي شويه فيها شويه تناقض دليل وانه الفرق الوطنيه نتاعنا من عام 2010 خلينا كما قال لطفي السيز التالي والقدام هيا كره كذا فماشي اكسبلوا نلعب شويه بك الغدره نتاع التوانسه معناها كذا. اليوم العكس اليوم العكس تماما. اليوم علاش احنا فرحين بالفريق الوطني وشيخين عليه؟ عندنا فريق وطني فني تكنيك لان توش تكنيك ما كانتش عندنا الملاعبيه الكل كبر كلها الكره الدور وهذه مؤشراتها بدات راهو في الكان 2017 خساره مقابله بوركينا فاسو قصت شويه ليلون ولكن فريقنا اليوم يفرج. انا قبل ما يفرش انا احنا ماذا بينا يفرج ماذا بينا ينتصر الساعه من بعد يفرج. ثم ثالث حاجه وهذه خاصيه تونسيه دالي يا خويا هالغسره اللي عملوها لنا معناها ولا نعرفوا نقتلوا ماتش معناها النجم نربحوا اربعه بشيء دقيقه 90 وحنا يدينا على قلوبنا تجيش توش تدخل وصحيح وقداش من مره خاطر معناها ناكلوها معناها دونك الفريق الوطني بتاعنا يفرج مليح باهي غدو ما حسناش بالفرجه الانتصار ومن بعد الفرجه ان شاء الله ان شاء الله المنتخب مطالب يسجل في الشوط الاول ان شاء الله. هنتفرجوا في الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي وبعد نرجعوا نحكيوا أكثر طبعا على المباراة الحصة التدريبية مع ميرزيتوني عبد الرحمن العش نضال عروف وإد دربيد وأحمد الخاتي. استقبال جيد كان معناتها الظروف كما قلت لك معناتها على العال وان شاء الله ان شاء الله هذه معناتها حافز اللي يخلي الملاعبيه كلها تكون يوم اربعة غدوه ان شاء الله كونتر انغولا جاهزين 100% وعندي لنا مباراه طيبه وتعرف المباريات بدات وكل ماتش وماتشو ان شاء الله بقدره ربي معناتها تونس تبدا حاضره 100% والملاعبيه الكل حاضرين 100% وربي يجيبنا في السويبك. والله دو سيونس وي كلو سور تروا كيما تعرف صارت من معناتها السيونس الاولانيه صار فيها اشكاليه ظريفه معناتها اللعيبه تقلقوا معناتها واحد يربط في صباط وجورناليست بجنبه على ركبه ونص ناس في التيران وكذا صارت فوضى صغيره دركنا الموقف معناتها المشهد وخلينا دو سيونس وي كلو باش نركحوا الامور ان شاء الله بقدره ربي ترجع المره الجايه معناتها بعد المباراه هذه ترجع الامور عاديه وكاو. ماتش غدوه كيما قلت لك راهو سي فما اون فيريتي دو تيران فما معناتها كل جمعيه كيفاش باش تظهر. انا شفنا معناتها توا بيوراندي كيفاش ظهرت ضدنا نحن وضد نيجيريا اللي البارح زاد كيف كيف المنتخب المصري معناتها انتصر بصعوبه على الفريق الزيمبابوي. توا بالنسبه للجمعيات هذوما الكلهم قاعدين حاضرين نتصور 100% ولا معناتها حتى ستيل دو جو نتاعهم ولات الناس تسكر ويعرفوا كيفاش يعملوا كونتر
شويه اتليتيك وفيفاسيتي ينجموا الكري لا سوربريز. دونك واحد يحطوا ساقنا احنا كفريق التونسي نحترموا جمعيه الكل ونحطوا ساقنا في القاع وندخلوا للمباريات هذوما كل مباراه وكلامها وان شاء الله نوصل بعيد ان شاء الله. هشام كنت ملاعبي وتعرف لي تورنوا هذوما وتعرف قيمة المباراة الأولى وكيفاش تدخل في تورنوا كيما هكا. كيف قال مات المفتاح نتاع لي كومبيتيسيون هذه في تبدل الشونجمون نتاع كوب تبدل السيستيم تاع كوب دافريك معناتها تقدر على 3 بوان كيما يقول لك تنجم تكاليفي الدوزيام تور. أما البروبليم سي كو الدوزيام تور باسكو الدوزيام تور تنجم تقول البرومي تور بريباراسيون بور لو دوزيام تور باسكو الدوزيام تور ما غاديش تلقى مع يعني تاع البوراندي والزيمبابوي افيك ميثور ريسبي تاع الزيمبابوي والبوراندي غادي تلقى الغانا تلقى دي غروند كاليب معناتها اللي وين تكون غادي وين تبدا الكوب دافريك بور مو دوزيام تور عادك تبدا الكوب دافريك معناتها المفتاح لو كلي البرومي ماتش هو اللي لازم تربح اوبليغاسيون باش تربح لو 3 بوان تاعك وكيما قال تعديك للدوزيام تور. باهي حكينا على المنتخب التونسي وناخذوا فكره وتقديم للمنتخب الانغولي منافس منتخبنا غدوه ان شاء الله قلت فكره وتقديم لمنافس المنتخب الوطني التونسي المنتخب الانغولي مع اسكندر الحجام وخليل حامد. أقل من 24 ساعة تفصلنا عن أول لقاء منتخبنا في كان الفراعنة 2019 ضد المنتخب الأنغولي. وللي شارع فإنه أنغولا المتواجدة في جنوب القارة السمراء واللي حدوها كل من الكونغو، ناميبيا وزامبيا كانت مستعمرة برتغالية إلى حدود 1975. أنغولا عدد سكانها يتجاوز 26 مليون نسمة. وممكن الحروب اللي عاشتها في منتصف القرن العشرين أثرت على مردود كرة القدم في البلاد. وهذا ما يفسر تأسيس الاتحاد اللي كان متأخر نوعا ما سنة 1979. وسنة 1980 كان انضم رسميا للفيفا. الغزلان السود كانوا شاركوا في مونديال ألمانيا 2006 وهي المشاركة الوحيدة. أنغولا كانت حققت أعرض انتصار في تاريخها على حساب سوازيلاندا سابقا إسواتيني حاليا وكان ذلك سنة 2000 7-1 لأنغولا. وأعرض هزيمة في تاريخها كانت على حساب البرتغال 6-0 سنة 1989. إفريقياً الغزلان سجلوا حضورهم في 7 مناسبات وأفضل إنجازاته في المسابقة كان بلوغ الدور ربع النهائي في مناسبتي غانا 2008 وفي بلاده سنة 2010 وكانت السنة الوحيدة اللي استضاف فيها أنغولا نهائيات الكأس. ورغم مشاركة عالمية وحيدة و7 إفريقياً فإنه أنغولا أنجبت نجوم في القارة السمراء لعل أهمهم فابريس أكوا اللي كان احترف في كل من البرتغال وقطر وكان تم اختياره أفضل لاعب في أنغولا سنة 2005. وأيضاً النجم بيدرو موتوراس لاعب بنفيكا البرتغالي إضافة إلى جيلبرتو والمهاجم فلافيو مدرب منتخب أنغولا ومنذ 2017 صاحب 46 سنة الصربي سيرجان فازيل جيفيتش هو مدافع سابق لمنتخب صربيا وكان مدرب مساعد لمنتخب بلاده من 2010 إلى 2012. منتخب أنغولا المصنف 122 عالمياً يملك حالياً مجموعة قادرة وأنه تحدث المفاجأة على غرار المهاجم ماتيوس صاحب 35 سنة وخاض عدة تجارب لعل أبرزها أنذاك في البطولة البرتغالية وكذلك جالما كامبوس وكان فاز ببطولة البرتغال مع فريق اف سي بورتو سنة 2012 والمدافع باستوس لاعب لاتسو لإيطاليا وأسماء أخرى اتأمل بحظوظها للوصول بعيد في هذا الكان مع غياب النجم مانوتشو. لقاء يوم غد هو اللقاء السابع في تاريخ مواجهات زوز منتخبات والثاني في الكان بعد 11 سنة من كان غانا 2008. الست لقاءات السابقة
المنتخب التونسي فاز في 3 والبقية تعادلات. وأعرض نتيجة كانت في اللقاء الدولي الودي سنة 1988 5-0 لتونس. وتبقى نصور قرطاج الأفضل منطقيا وعلى الورق من الغزلان السود. حق بنا نبيل كوكي. نبيل مرحبا. مرحبا بك ومرحبا بالاخوين الحاضرين ومرحبا بالساده المستمعين. هاي خلينا ناخذوك على الطاير نبيل. كنا نحكيو على المباراه الاولى في كان المنتخب الوطني التونسي واهميه انك تاخذ بايك على بكري واهميه انك تدخل كما يلزم في الكان مباراه ضد منتخب انغولي. صحيح منتخب ما عندوش تقاليد كبيره في كره القدم، لكن اللي شفناه لتوا في الكان هذا يلزمك ترد بالك من منتخبك الكل. ايوه الحمد لله، نحن جينا تقريبا الماتش السادس او السابع، دونك شفنا تجارب قدامنا، شفنا منتخبات معنا كبيره وتلقات صعوبات كبيره باش تنتصر، شفنا اخر المنتخب المغربي اليوم كيف لقى صعوبات كبيره وكبيره جدا، شفنا المنتخب النيجيري كيف، شفنا المنتخب المصري اللي تعادى تقريبا من اسبق مبارياته حسب نظري انا تقريبا ما عدا 25 30 مينوت الاولانيه، دوزيام ميتون تقريبا ليكيب الاخرى هي كي دوميني معناها، فهمت؟ حتى الجمهور المصري كي الصدمه جاتو المباراه. دونك بون بالنسبه لمصر تنجم تلقى لها شويه عذر لانه مباراه افتتاح وممكن ثم برشا ضغوط عليهم. ولكن نحن اليوم قدامنا تجارب، قدامنا شفنا ما عدا المنتخب الجزائري اللي شفته، المنتخب السنغالي اللي دخل في زمام الامور، اليوم شفنا ميتون ولاني ذول المنتخب الجزائري عمل مباراه على مستوى، ولو انه الفريق اضعف فريق اللي شفته تو هو الفريق الكيني. المنتخب التونسي مطالب طبعا ما عدا النتيجه، غدوه ما نخموش على النتيجه لانه على الاداء، النتيجه هي قبل كل شيء لانه باش دخلنا في اللعبه. تعرف المنتخب نتاعنا اليوم عنده 3 سنوات 4 سنوات منذ تقريبا بدايه كانت مع لي كانز، شفنا بدينا نشوفه في فريق اللي يلعب الكره، اللي فريق ما عادش يستنى ويلعب المرتده، شفنا فريق اللي في معناها الكونستركسيون ولينا نوصلوا للمرمى معناها بمعناها بالاتاك بلاسي نتاعنا وكيف ونلعبوا. زاده عندنا ديزاتور قدام اللي قادرين وانهم يعملوا الفارق في اي وقت. اللي تبدل حسب رايي انا في المنتخب التونسي الفتره الاخيره هو وسط الميدان، وسط الميدان تاعنا اصبح عندنا وسط ميدان خاصه لي دومي ديفونسيف ولا ان دومي ديفونسيف ولا لاير، ولا عندنا ناس ملاعبيه نتاع كوره، معناها الكوره كي باش يخرجوها هما يوصلوها هما لوريونت لو جو، فوالا هما اللي يهزوا الكوره من الديفونس يوصلوها حتى قدام، دونك ولينا نتحكموا في اللعب. هذا الناس الكل متفائلين بالمنتخب التونسي، ان شاء الله غدوه معناها المنتخب الانغولي ماهوش منتخب المنتخبات اللي شفناه، عنده ديزاتو، عنده فرق مستانسه تشارك، حتى اللي يلعبوا محليا مستانسين يشاركوا في الشامبيونز ليغ ويشاركوا في الكاف ويوصلوا في ادوار متقدمه. يعني عندهم الخبره وعندهم الامكانيات وانهم باش يقلقونا اذا كان ما نكونوش مركزين ويكون بتكون عندنا خاصه انك اللي شفته اليوم في المنتخب الجزائري عمل 15 مينوت 20 مينوت لاني معناها تقريبا ما سجلش كيف ال 15 مينوت لاني، ولكن تقريبا حتى في ال 18 متر جات فرصه واثنين وثلاثه ورا بعدين جات البينالتي. دونك نحن لازم ندخلوا به في الماتش وان شاء الله ربي يوفق الناس كل ان شاء الله، يوفق المنتخب التونسي لانه الناس كل نستناو فيه ان شاء الله. ان شاء الله. متر تصريح للمدرب المنتخب الانغولي اليوم مفاجئ شويه، قال لك ما حشيش بالنتيجه انا غدوه ضد المنتخب الوطني التونسي، حشتي نحب نشوف الفريق نتاعي يلعب كره مزيانه. نرجع لك متر ونجيبه على السؤال هذا، لكن نمشي تو مباشره لعبد الرحمن العش مباشره من مقر اقامه المنتخب الوطني التونسي في مصر. عبد الرحمن مرحبا بك. مرحبا بك محمد علي، حتى انيس البوسعيد يسال فيا قال لي شكون في البلاتو، قلت له يا انيس الماجي يا اسكندر الحجام ولا محمد علي بوزقر. على كل تحيه لكل المحللين اللي معاك، الفنيين، لكل المجموعه الموجوده في البلاتو. تركيز كبير هوني في مقر اقامه المنتخب التونسي، مجهود كبير باش نجموا نتواصلوا لتحقيق هذا الاستجواب هنا في مقر اقامه المنتخب التونسي بمدينه العين السخنه. معايا انيس البوسعيدي. اكيد انيس الناس الكل تستنى في مباراه غدوه، مباراه المفتاح في هذا الدور الاول. مرحبا بكم ونسلم على الاولاد الكل في البلاتو. صحيح الناس الكل تستنى في المقابله، دخلنا ديجا في الكونسنتراسيون توتال، مقابله كبيره لونتام تاع تورنوا كبير اللي هو كاس افريقيا، تاع
تركيز تام وكلي على المقابلة. شفنا تدريجيا بتحضيرات لكن وصلنا لجورجيا اللي هو غدوة مقابلة غدوة. الحمد لله يا ربي سورتو وصلنا بالملاعبية الفانتروا جوار على الديسبوزيتيف متاع الإطار الفني كامل ما غير إصابات الحمد لله. كونسنتري يعني كونسنتري 100% ملاعبية إن شاء الله غدوة نبدأ الكاس أفريقيا متاعنا لأحسن وجه. أكيد بلياد جوار معناها تالنتيو في المنتخب التونسي من 2017 تقريبا النخبة الموجودة نعيم سليتي وهبي الخزري أنيس البدري يوسف المساكني فرجاني ساسي في وسط الميدان أيضا ياسر الصخيري المحور تقريبا ديلان برون ياسين مرياح على الأروقة عنا برشا حلول كما الحديدي بن محمد البدوي كشريدة معناها لومبراد يشوال المدرب لحد الآن ما حددش تشكيلة أساسية. شوف الحقيقة وقت اللي يبدأ عندك 23 جوار سي دي جوار دو كاليتي الكل وما شاء الله يعني عندنا تري بال ايكيب في الباهي كي تصعب المأمورية على المدرب والإطار الفني باش يختار تشكيلة أساسية ما يتسمى كان حاجة باهية للمنتخب ككامل وكل العناصر الكل. ال 23 جوار كونسيرني بمقابلة غدوة كونسونتري في كل مركز فما زوج لاعبين نجموا يلعبوا كل واحد نجم يعطي 100% اليوم احنا نحضروا ماناش نحضروا في مقابلة برك نحضروا في تورنوا كامله دونك وما هوش باش يلعبوا 10 ولا 11 ملاعبي برك دونك باش يلعبوا الملاعبيه وتعرف كل مقابله ليها يعني سيناريوهاتها وتشكيله دونك الملاعبيه حاضرين 100% للمقابله الكل 23 جوار يعني الناس كل حاضره. محمد علي كان ثم سؤال من المحللين معاك في الاستوديو لانيس البوسعيدي معناها بعض السؤالات التكتيكيه والفنيه مات عندنا التشكيله نحبوا التشكيلة أستاذ فتحي البودي قال لك عطينا التشكيلة عبد الرحمن نيس البوسعيدي أستاذ فتحي المولدي نيس كل ما في تونس التشكيلة. مرحبا سي مولدي. شوف التشكيلة بينا نحكيه من بكري وما بينا نحكيه ونحكيه على الكونسنتراسيون توتال دونك لي 23 جوار يسون يعني كونسنتري وكونسيرني بالمقابلة نتاع غدوة ما نجموش نضيعوا التركيز بتشكيلة إكس ولا إيكغريك دونك الملاعبية الكل حاضرين ناس الكل باش تلعب اللي حاضر شوف اليوم الاختيار تاع بدأ بالمقابلة الودية بالحضور الذهني في التمارين دونك الاختيار باش يكون إن شاء الله غدوة اللي حاضر أكثر واللي في المقابلة غدوة إن شاء الله بالمنافس وكل شيء يعني التشكيلة غدوة إن شاء الله نكشفوها. هو محمد علي بالفعل راهو إلى حد الآن ما خرجتش التشكيلة الأساسية. كيخرج راهي عندنا عبد الرحمن صادق. حبيت نسأل أنيس على المنتخب معناها ثم برشا منافسة في عديد المراكز خاصة بالنسبة لوسط الميدان عندك ثلاثة لاعبين كقلب هجوم في الشوات وعندك طايس النخنيسي ووهبي الخزري اللي أقرب باش يكون معناها في محور هجوم المنتخب الوطني التونسي على مستوى الفلان معناها في وسط الميدان نعيم السليتي بسام السرارفي أنيس البدري أكيد يوسف المسكتي باش يكون وراء قلب الهجوم فرجاني ساسي سخير ينطلقوا بيوم في الحظوظ معنا كبيفويت في وسط الميدان ديلان برون ياسين مرياح ربما أيمن بن محمد وسام الحدادي أمبالوتاج كما يقال كشريدة أيضا من الجهة اليمنى معناها هوني معنا بعض الجزئيات بالنسبة لتحديد تشكيلة أساسية للمنتخب الوطني التونسي محمد علي أمام منتخب أنغولي يذولي أنيس مش قوته للجانب الدفاعي. تفرجنا في المنافس نتاعنا صحيح منافس يعني منتخبات الأفريقية لكن مستواه متميز يتمتع بالسرعة اللاعبين فنيين يعرف يلعب مليح كورة تبعناه وعملنا الفيزيوناج نتاع المنتخب هذا مهم برشا باش تعرف نقاط القوة نتاع المنتخب هذا ونقاط الضعف نتاعو لكن الأهم والمهم انه احنا اللي تاد سبري باش نلعبوا بها اللي تاد فورم ان شاء الله نكونوا حاضرين لانه الجور نبداو حاضرين 100% 100% دونك نجموا نعملوا مقابله كبيره ونعملوا مقابله كبيره وانتصروا بالمانيير ان شاء الله. دونك الحقيقه تفرجنا في المنافس منافس ممتاز عنده عناصر فرديه طيبه لكن زاد كيف كيف من المنتخب التونسي اللي تعرفوا المنتخب التونسي وصل لدرجه انه من الامكانيات الفرديه والجماعيه سورتو احنا ديما نعملوا على المجموعه وفي يعني في كلامك شفت الكاليتي الموجوده في كل مركز يعني فما برشا كاليتي ان شاء الله اللي باش يلعب يكون حاضر.
يعاود على 100% ويلعب. يظل أنيس أنا الأوان معناها المنتخب التونسي دور ربعنية 2015 دور ربعنية 2017 يلزم إكسبلوا خارج تونس، معناها الكأس الأفريقية الوحيدة كانت في تونس. المجموعة هذه قادرة معناها باش تمشي بوغ سو إيسي معناها بوغ فيغ لو، معناها المنتخب التونسي مع المجموعة والبلياد هذايا الجروب تاع المنتخب التونسي. بالطبيعة طموحاتنا كبيرة، طموحات الشعب التونسي كبير، ومتوسم كل الخير في المجموعة هذه. مجموعة قلت لك ونعاود لك مرة أخرى فيها برشا كاليتي. إن شاء الله قلت لك شوف الكارديو فينال الأوبجيكتيف نتاعنا إن شاء الله بالمقابلات، إن شاء الله علاش لا نروحوا كأس أفريقيا ونفرحوا الشعب التونسي. طموحاتنا كبيرة كيما الشعب التونسي الكل، إن شاء الله نفرحوهم في يعني في التوقيت هذا اللي الشعب التونسي يعيش بالكورة يتنفس كورة، دونك إن شاء الله نفرحوهم. الآن جلس ريناه في اللقاءات الودية يجرب برشا يبدل برشا التشكيلة. شو بيان سور اليوم عندنا 23 جوار، دونك لازم كل واحد ياخذ طون جو نتاعه. وتعرف اللي الاوبجيكتيف نتاعنا كان من الاول اللي نوصلوا اليوم كما اليوم نوصلوا الفريق كامل نفس لي تاد فورم نتاعه الفيزيك مونتال، دونك فهم يعني برشا ملاعبيه لعبوا، فهم لعب اكثر فهم لعب اقل، دونك هذا هو المطلوب. التجرب مش تجرب لكن يجرب من كل شيء، فهمت لي فورمول مان. بيان سور بيان سور مقابلات الودية مجعولين باش نحاولوا نطبقوا، نحاولوا نطبقوا اللي نعمل فيه في التمارين، لانه باهي برشا تلعب مقابلات سورتو اذا كنت تفوز في مقابلات الودية يعاونك برشا، يخلي المنتخب يعني بريح ينتقم للكوب دافريك. شكرا. يظل صادق قحبيش محمد علي عنده سؤال فني لأنيس البوسعيد. أنيس حبيت جوست نسأله على المنتخب الأنغولي، هما درسوا المنتخب الأنغولي عبد الرحمن على سرعة انتقال الفريق الأنغولي من الدفاع للهجوم سريع برشا، وظهر لي هما درسوه وشافوه معناها أهمية التغطية باش ما نضربوش بسلاحنا على خاطر احنا باش نشدوا الكرة. دونك لاعبين كيما جيلسون ولاعبين كيما فريدي ولاعبين كيما مابولولو سريع برشا وادروا قدام الشبكه. اي معناها هما يحبوا يلعبوا معناها على ربما المساحات في دفاع المنتخب التونسي، هكا تقصد انت؟ المنتخب التونسي هذوما اللي شفناه في الاربع مباريات الاخرانيه. اي معناها المنتخب الانغولي يقول لك صادق سي بروجيت فيغ لو، وعنده لاعبين سريعين. المنتخب التونسي ربما كي كونسيرف لا بال ينجمش يخسر الكره ومعناها يلي اكسبوزي ولي. سي سور احنا كما تفرجنا فيهم كما نعرفوا نقاط القوه نقاط الضعف، وما زاد تفرجوا فينا. فريق انغولا نعرفوه مليح، يتمتع بالفنيات خاصه ستيل دو جو نتاعو اقرب للبطوله البرتغاليه، يعمل برشا على لي زيل نتاعو على الدوميت كولوار. نسلم على السي صادق ساعه. فوالا دونك حاضرين مليح، لعبنا ضد منتخب كبير كم منتخب كرواتي اللي يملك احسن دوميت كولوار ممكن في العالم، لكن عرفنا كيفاش اون بريف يعني ليكيب هذه من لي زاتو نتاعها اوفنسيف. حاضرين مليح المقابله سواء سو البلان ديفونسيف اوفنسيف، مقابلة غدوة إن شاء الله ونتام بيان. تعرف ديبيد التورنوا ديما مقابلة لنية صعيبة، لكن مقابلة كل صعاب ما عادش مقابلة سهلة. شفنا في كأس أفريقيا هذيا المنتخبات مرشحة ربحت هدف مقابل صفر ولا هدفين مقابل صفر بكيفية صعيبة. المغرب اليوم شفناه ربحت واحد بلاش في الدقيقة 90 مدغشقر كيف دونك فير اتونسيون. يلزمك تعرف مليح اللي الكرة تطورت الأفريقية، الناس كل تخدم، الناس كل حاضرة الكومبيتيسيون هذيا، سورتو جات في توقيت باهي في التوقيت الصيفي، يعني اللي جوار كل يلعبوا ليترونجي يكونوا على ديسبوزيتيف نتاع لي ناسيون نتاعهم. نتصور اللي باش يكون كود افريك مزيان ان شاء الله. شكرا لك نيس على الاضافات. على كل محمد علي ما ثمش تشكيله الى حد الان. واضح. عبد الرحمن يعطيك الصحه، شكرا ليك، شكرا لانيس، شكرا ايضا لمسؤولي جامعه تونسيه لكره القدم اللي سمحوا لنا باجراء الحوار المباشر هذا مباشره من مقر اقامه المنتخب الوطني التونسي ليله المباراه. يعطيهم الصحه الناس كله. نرجع معك متر السؤال سالته لك قبيل على مدرب المنتخب الانغولي اللي كاينه بعد البريسيون على الملاعبيه نتاعو وحط البريسيون برشا على المنتخب نتاعنا، وهذا واضح يظهر لي في مباراه غدوه منتخبنا هو اللي مطالب بالانتصار اكثر من منتخب انغولا. اي يظهر لي التصريح يفادلك يفادلك، لانه هاو تبارك الله زوج مدربين كبار. فهم مدرب يدخل الملاعبيه نتاعو يقول لهم ما يهمنيش في النتيجه، اول حاجه معناها تهم النتيجه، يهمني المردود معناها.
حب يحط الضغط على الفريق التونسي، ما يسحقش بش هو يقول لنا بش يحط علينا ضغط. فما منطق تحط تونس ونقولة كمان، فما منطق الفريق التونسي هو الفافوري ديما نبقاو على الورق. الفريق التونسي بتاريخه بحجمه بالملاعبية متاعه كمان عنده تاريخ وعنده تراديسيون أكثر. نقولها من عام 2013 ما مشيتش لكاس افريقيا، نقولها ما عندهاش تاريخ كبير في كاس افريقيا، عندها بعض الملاعبية الصدق يعرفهم أنا ملاعبية كذا، ولكن بعاد على بعضهم. دونك المدرب ما نتصورش وأنه يجي الملاعبية متاعهم أول حاجة يقول لازمنا ننتصر على الفريق التونسي. لكن مع تصريحات المدرب السربي أنا بنقفل تصريحات المدرب التونسي اللي فيها سقين على القاعة برشا مش كان النساء حتى المسؤولين حتى الملاعبية تصريحات موزونة مش كيما مش كيما تجربة مش كيما استنسنا قبل معناها ما عندنا شيء ونبدأ ننفخوا المرة هذه عنا وقاعدين سقين على القاعة. باهي مثالش خلي الجماهير ما تحب تحتفل، الجماهير تحب تفرح، الجماهير كذا، ولكن انه في الفستيار في النزل فما تركيز كبير ياسر. ولو انه انا نظن معناها التشكيله لازم كمان قبل 24 ساعه الملاعب يعرف روحه لاعب ولا مش لاعب. لو ما قالوا لهم اليوم هما مش نحن اي لا نتصور انا نتصورش معناها لو كان فما التشكيله راهي خرجت، ولكن نتصور معناها هي اختيارات. فما مدربين يقول لك رينو تكنيك الناس كل كونسنتري، هم مدربين اخرين يقول لك لا قبل لازم الناس تعرف فما التركيز نتاع ملاعب باش يلعب. على كل الحاضر إزازي ما ندخلوش في البوليميك شكون باش يلعب وعلاش هذا وعلاش كذا، ربما هذا اختيار من المدرب الوطني، ولكن الحاضر اللي باش يلعب متأكدين وأنه يستحق البلاصة نتاعو لأنه في فورهم الملاعبين الكل قراب لبعضهم فنيا. تصريحات مدرب أنجولا تغدو نجاوبوه على الميدان ونقولوا له ميساج تفرج فينا. هاي صادق أعطينا فكرة على المنتخب الأنجولي وبعد ندخلوا تحكيوا أكثر تكتيكيا على المباراة. باش فكرة خوفناش برشا لا 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 بنتو لا لا الواقع الواقع معناه يقول المنتخب الأنجولي بعيد ديجا 101 مقعد مركز على المنتخب الوطني نتاعنا معناها في ترتيب الفيفا 98 سامحني احنا 25 هما 123 دونك 100 فريق بيناتنا براتيكمون. لكن المنتخب الانجولي تحش ترشح الاولاني قدام موريتانيا وقدام بوركينا فاسو اللي هو ابيتوي معناها سيرتو في لي كوب دافريك 16 و 12 معناها بوركينا فاسو ب 24 وما تعداش مع موريتانيا ومع انجولا واللي خرجنا في الكان اللي يعطيك الصحه خرجنا مرتين خرجنا وخرجنا مرتين وفي الربع النهائي داير الشهير نتاع 2017 خمسه ماتشات الاخرانيين نتاع انجولا اربع انتصارات 8 اهداف مسجله 3 اهداف مقبوله. لكن اللي يلفت الانتباه اللي انغولا تبدلت بارابور على فلافيو جيلبرتو اللي كنا نعرفوهم قبل تاع الاهلي لاعبين الاهلي فلافيو سانتر وجيلبرتو مركب الراس. انغولا ولات اكثر تكنيك هاتهم بعد هشام لعب معاهم برشا في البرتغال هما ديما المحطه الاولانيه نتاعهم بريميرو دي اغوستو اللي نعرفوه بالقدام الناس كل لي بارتيسيباسيون المشاركات نتاعو في الشامبيونز ليغ اخذها اخرها في الشامبيونز ليغ مش الاخرى اللي قبلها وخروجه من نصف النهائي ضد الترجي وايضا بيترو اتلتيكو بيترو لواندا اللي هو اقل شويه في المستوى سبعه لاعبين من بريميرو دي اغوستو موجودين منهم خمسه براتيكمون ديما موجودين في التشكيله الاساسيه والباقي لاعبين ينشطوا في الدرجه الاولى ولا الدرجه الثانيه البرتغاليه مع وجود لاعبين في البطوله التركيه المحترف انطاليا سبور والانيا سبور. دونك اليوم فريق انغولا فريق متكامل فيه لاعبين متميزين ومعروفين هما ماتيوس اللي حكينا عليه واللي لعب مع هشام لعب مع هشام يعطيك الصحة 35 سنة 35 سنة 9 أهداف ماركتهم أنغولا في التصفيات ماركة شطرهم ماركة 4 ثالث أحسن هداف في التصفيات. أيضا جيلسون دالا اللي هو رقم 10 ويلعب أيضا على الكولوار دونك من بعد كان هكا كان تحب نشوفوهم اخترت لنا بعض لقطات المباراة الأخيرة بعض اللقطات اللي نجمنا نتحصلوا عليهم المباراة الأخرانية نتاع أنغولا ضد غينيا بيساو نشوفوا شويه نقاط القوه نتاعهم خاطرهم اكثر نقول ربح اثنين بلاش ربح اثنين بلاش عندهم انتوش تكنيك كبيره برشا دونك سورتو في وسط الميدان سورتو في الهجمه المرتده ممسي مع فريق فوالا هذه هجمه معناها اخترناها تيبيك عندهم برشا زياده عدديه على الجهه اليمنى اللاعب ايزاك هذاك لاعب بريمير دي اغوست وهذا جيلسون دالا نحكيو عليه دوب ما ياخذ الكره بيفوتي ديريكت تسديد ما غير ميخمم معناها حتى قدامه ثلاثه اربعه لاعبين معناها يسون تري فاسيل في التسديد باليمين باليسار وهذه تسديده معناها باش تجي عاليه. لكن من بعد كيف فريدي اللي يلعب في الشامبيونات تاع البطوله التركيه حاول ثلاثه اربعه مرات مسافات بعيده محمد علي معناها رينا تسديد من 30 متر فوالا براتيكمون من 30 35 متر رينا زيد با
ما دو ما تخلي له المساحات وتبدا فما ديفونس ريغروبي قدامه يسدوا ميم سي مش ديما معناها يلقاو الكادر وسط ميدان نتاعهم دونس دو معناها دونس في الركبي كيبا قويه اي في الركبي يعملوا يعملوا دروب دروب يتسمى دروب في الركبي با ان شاء الله كونتر نحن ما تعديش با مشكله هنا عندهم الكرات الثابته الكرات الثابته معناها ما يوصلوش بليزاكسيون نتاعهم اللي هما الاكثر داني وباستوس و وبرونو غاسبار بعد ساعات باش ياخذوا كره ثابته مع منتخب غينيا بيساو منتخب محتشم براتيكمون ما خذوا حتى كره ثابته في السبعه ولا سته كورنيرات كونتر ترجي كان تتذكروا ليعقوبي كان سجل داير في ركنيه ضدهم في كره ثابته هنا البونتو الاولاني اللي ماركيه براندا ويفاندرو كان على هجمه مرتده دي دوبلومون والكره وصلت من بعد ريكوشي ما هما خلقوا الزياده العدديه على الجهه اليمين يلعبوا برشا على الاطراف خاصه على الجهه اليمين وين فما ويلسون ادواردو يلعب في براغا وفما جالما كامبوس تشوفوه توا في الهدف الثاني كيف ترانزيسيون نزيد با يعملوا ديما الشوا صحيح معناها الاختيار الصائب نقولوا احنا بلغه الكره ما يشدوش الكره ما يقتلوش الكره في ترانزيسيون ديما الباس ومابولو لوري نعرفوه يلعب المهاجم تاع بريميرو دي اغوستو ديما يلقى الحل من ثلاثه فرص سجلوا هدفين غينيا بيساو ضد شكون ضد غينيا بيساو الماتش الاخرين لاميكال واحنا خليناها خاطر ك معناها اكزامبل برا هنا مره اخرى كره ثابته تلعب على مارتين مره اخرى ما ياخذوش الكرات الثابته براتيكمون كل هذا نجم يكون سلاح لي نحن مرياح بران كان البدو يلعب حدادي ايفونتويلمون نجموا نلقاو معاهم معناها الخط الخلفي نتاعهم هش شويه خاصه في التغطيه باستوس مسنس يلعب بثلاثه في اللاكس قلنا مع لاتسيو يلعب مع تشيربي يلعب مع والاس مش يروح يلعب مع داني ولا يلعب مع برونو غاسبار بزوز برك دونك عندنا من ناكلوا معاهم خلينا نقولوا في الوسط هما كي يلعبوا ضد فرق اضعف منهم شويه ولا قدهم يلعبوا بزوز برك في وسط الميدان يلعبوا بثلاثه فوكاسيون اوفنسيف يهبط فريدي وجالما ومعاها ايفونتويلمون ويلسون سينو يزيدوا ستيلفيو اللي يلعب في لوكسمبورغ رحت عليه تاع الفني تاع الفريق كان تروازيام كان تروازيام جوست باستوس وشكون دونك حابين جوست نقولوا لي نقطه القوه نتاعهم تبدا من وسط الميدان لي دوميت كولوار اللي كان يحكي عليهم انيس كو جو ساليو دايور لي دوميت كولوار قوين برشا سريع برشا وتوش تكنيك معناها تبدلت لانجولا ولات كيما البرتغال دو لافريك تلعب برشا كره تير فو فير اتونسيون كي نخسروا الكره معناها تبدا الكره عندنا هو اكبر خطر لينا احنا ولازمنا في الكوفرتور نبداو معناها خاصه كي يطلعوا لاتيرو نتاعنا نبداو مامنين ان شاء الله واضح هاي لطفي نحكيوا على منتخبنا توا والاطار الفني نتاعنا تكتيكين كيفاش لازمنا نلعبوا مباراه غدوه وشنو هي التشكيله الافضل حسب رايك انت لبدايه المباراه غدوه والله شوف توا التشكيله الافضل بالنسبه للمباراه الاولى اللي لازمنا نربحوها من فريق المنتخب المفروض يكون اقل منا في القيمه وفي التاريخ نتاعو وفي الامكانيات نحكي على المستوى الملعبيه نتاعنا دونك بالنسبه لي انا اشوف ان التشكيله قاعده لليوم التوا معناتها ماهيش معروفه للملاعبيه ما كنت نفضل ان تكون التشكيله خرجت على الاقل حاجه من الملاعبيه حتى على مستوى التركيز بتعرف التركيز يكون ديما عالي برشا انه الملاعب يكون في الدوت تقلق شويه اكثر منه يكون متاكد باش يلعب باش يحضر روحه باش يبدا في البروجيت معناتها يبدا يعيش المباراه نتاعه سواء حتى في المباريات الوديه الان جيريس في اخر لحظه يعطي التشكيله اي داكورد في المباراه الرسميه هو اختيار منه هو ما عرفش كان في الماضي استعملها نفس الطريقه وناجحه معاه يوصل فيها انا نشوف حاله في العالم كله المنتخب والخضار سمح لي تيتي لونترينور تاع البرازيل ماتش بوليفيا الاولاني عطى تشكيله قبل بجمعه في الكونفرنس دو بريس قال لهم رانا الجمعه الجايه باش يلعب فلان وفلان 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 خاطر المنتخب واضح هاكو في بالكم واضحه هو اللي شوف باش يصير غدوه حتى بغض النظر على التشكيله كيفاش الكره المنتخب التونسي هو باش يملك الكره هو باش يصنع اللعب هو باش يحاول يصنع الفارق هو باش يحاول يلقى الثغرات في الدفاع نتاع المنتخب الانغولي باش يحاول انه يسجل هدف في اسرع وقت ممكن هذه حاجه واضحه باش يلعب مرتاح باش ينجم يلعب مرتاح هذه استراتيجيه اللعب البلان دو جو سافا اتخ اون نيفو بسيكولوجيك على كل حال باش يكون غادي المنتخب الانغولي باش يستناك شويه باش يحاول يفتك الكره باش يلعب على السرعه نتاع المهاجمين نتاعو وعلى اللاعبين الوسط نتاعو باش يحاول يستغل الثغرات باش يخليوها الاطراف نتاعنا الزوز اللي هما كان لعب بن احمد بن محمد وكان لعب كشريده ولا كان لعب الحدادي خاطر باش نعرف باش نعملوا زياده عدديه نتاعنا على المستوى الاجنحه نتاعنا على مستوى الاطراف نتاعنا باش نحاولوا انه نخلقوا فرص من الاجناب باش نلقاو وضعيه نتاع واحد ضد واحد ولا اثنين ضد اثنين خصوصا على في الاجناب نتاع الميدان خاطر باش يكون اكيد يكون معبي قلب الدفاع نتاعهم ولا قد ما يحل لهم خير باش يحاول قد ما يحل اللاعب انه باش يلقى المساحات باش النجم يدخل تعرف وقت تلعب من فريق منتخب باش يكون يلعب عنده تكتل دفاعي متنجم تحل التكتل الدفاعي نتاعي واما باللعب الفردي باش باللعب بالاكسبلوا انديفيديوال والا باش تحاول انك تلعب باللارجور قد ما تنجم باش تحاول تخلق ثغرات باش تدخل بالملاعبين اللي عندك احنا عندنا على المستوى الهجومي لاعبين ينجموا يخلقوا
في اون دو ولا في تريونغل صغير نجم يخلق الثغره تخليك يدخل باش تحاول انك تخلق ضرب جزاء ولا مخالفه وتعرف الاكسبلوب شكون بالامكانيات الفنيه نتاع الملاعبين نتاعنا. هشام لعبت مع برشا ملاعبيه مع المنتخب الانغولي، حسب رايك انت غدوه كيفاش لازم يخوض منتخبنا المباراه؟ والله فيل انا تاع الشامبيون اللي تساعدهم هما ميم يلعبوا في البرتغال، لا ماجوريتي تاع دي جوار يلعبوا في البرتغال، اي براتيكو لو فوتبول اللي يلعبوا فيه هما في البرتغال، معناتها دي جوار دي تكنيسيان كيف قال رابيد يلعبوا يبازوا برشا على على لي كوتي. وعندهم انا في لعبت مع ماتيوز اللي عنده 35 عام، راهو جوار ان اتاكون اللي باللغه تاعنا نقولوا ديب لحنا، يقعد برشا فلور جو ست مرات سبع مرات، اما في الاخر يماركي لك بون توزور، يخرج لوم دو ماتش هو معناتها ورابيد، ميم لاج تاعو مش معناتها ماثر عليه برشا، راهو جين دو في نتاعو معناتها قصير ورابيد وديب فريمون، معناتها ديب معناتها اللي اتاكون اللي تنساه ينسيك، يقول للديفونسير هذا ديما فلور جو ديما فلور جو، نين يماركي له. عندهم دو ميليو تيران زاد يلعبوا في مش في دي غران كلاب في البرتغال، يلعبوا في بيليناي جو بونس وفي براغا، فما شويه في براغا فما اتاك الميليو تيران يلعب في براغا، معناتها جمعيه محترمه براغا، معناتها يعرفوا يبراتيكو لو بون فوتبول في الميليو تيران بارل بيان، معناتها في الميليو تيران عندهم دي زيليمون اللي يشدوا كوره، معناتها انغولا اللي تاع انتم تعرفوها معناتها على ليبوك وانغولا نتاع تو معناتها تبدلت برشا، تحسهم معناتها دي بورتيغي ما تحسهمش معناتها في الافريك ولا حاجه، يبراتيكو لو بون فوتبول. نبيل لا انا باش نكمل في نفس الكلام تاع هشام بالنسبه لانغولا، معناها بون يمكن تبدلت خاطر حتى في الكوب دافريك اللي فاتوا مع الاسبيرونس تلعب الكره ما تشوفهمش يطيشوا كره حتى في الديفونس، حتى في الديفونس ما تشوفهمش يطيشوا كره، خرجوا كره وقت لازم معناها يحاولوا الماكسيموم انه يخرجوا بكره نظيفه. عندهم غوش بايتزو هذاك يطلع برشا بريميرو دياغوس هو يلعب. عندهم لي كولوار معروفين هذوما نعرفوهم حتى كي لعبنا ضد الفرق الانغوليه. نرجع شويه على التشكيله، معناها هي حاجه معناها بما اننا نحن فنيين هنا التشكيله هو راه كل واحد ما يثماش علم صحيح. هو كل واحد ومدرب وشنو هو تفكيره. ثم مدرب يقول لك انا نخلي الموتيفاسيون لاخر وقت. الناس خاصة كي يبداو عنده ناس متقاربين وهو بيدو تلقاه يزيتير، هو بيدو تلقاه يزيتير، هو بيدو. ما تلقاش عنده للاخر. بون اما بتقعد على الاقل عندك سبعة ثمانية ملاعبين يبداو ظاهرين. تلقى عندك بوست اثنين ممكن تخليه لاخر وقت باش تخلي الناس الكل موتيفي، وانت بيدك تاخذ وقتك حتى تشاور مع ستاف تكنيك نتاعك حتى لجور دوماج. ثم شوف الادفيرسير اكثر ثم تتاكد من بعد. وثم كما قال لك الاستاذ قحبيش ثم اللي يعطي لافي نتاع الماتش. ترينا قبل عند دي زونترون ناسيونو يعطي لافي نتاع ماتش يعمل بروجيكسيون نتاعو يعمل كل شيء وبعد يعطي التشكيله ويعطي زاد لي رومبلاسون واللي في الكندا باش تبدا الامور واضحه وتبدا الناس الكل عارفه، ولكن كل حاجه عندها لي زانكونفينيون وعندها الحاجات الباهيه نتاعها. هذا حاجه بالنسبه للمنتخب التونسي واضح، معناها كما شفناه المنتخب الانغولي عنده لاعبين سريعين قدام، عنده لاعبين بالطبيعه باش يستغل تلوع خاصة يلزمنا غدو نلعبوا كونسونتري نجموا نربحوا اليزور، المهم ندخلوا دخله باهيه في الماتش هكاهو. اذا كان عملنا اونتون باهي وحطينا غاديكا وعرف اللي المنتخب التونسي مع المنتخب الانغولي يحس المنتخب التونسي اقوى منه، واليوم راهو معناها ثم معناها ثم ثم لا دو بلو فور فكر بوع ساعه على 14 حتى ولو ما ماركيناش مي نفسانيين ناخذوا عليه الدوسي قدر تبي نربحوا فوالا لازم فما نفسانيه نربحوها نقولها من الاول معناتها نعملوا انتام باهي من بعد اليزور تنجم تمركيش بريميتو سي باغا سي باغراف ماهيش مشكل تنجم تربح اليزور الماتش، ولكن ما يلزمناش نتعريو ما يلزمناش نتخمم ما يلزمناش نبدا هذا طالع منه تم ايكيليبر. الكلمه هي ليكيليبر، ليكيليبر خاطر الترانزيسيون نتاعهم بليده برشا، عندهم ترانزيسيون تري رابيد صحيح وتري زدروا معناها اللي باس اللي باس للادفيرسير وغالطين ما تشوفهمش برشا. نبيل سامحني ما تشوفش باش جست على كلامك ما تشوفش اللي احنا بالليزاليات تيرو نتاعنا زوز اللي عملوا سور نومبر في الاتاك، احنا قوتنا قاعده تعمل غادي ندخلوا في سيتياسيون تاع ان كونتر ان دو كونتر دو على جناب، والمنتخب الانغولي قوته هي بيدها على على جناب نتاعنا، معناتها تنجم تقول انت ديزيكيليبر باش يخليوها احنا ينجم باش يقلقنا برشا غدوة. شوف هو انا عندي لطفي صحيح هو خاطر ديزيكيليبر دونك باش يخلوا سباس اي ديزيكيليبر هذوما مو باش يرجعوا معاهم هذوما الزوز موافق. انا في نظري انا في بعض الاوقات لما نشوف انا لاعب نجي نقرا الادفيرسير نلقى لاعب نلقى هشام على الشارع اليسار هو اللي عامل كل شيء الشارع هذاك، انا نحط اقوى من لاعبي عندي اوفونسيف نحطه غادي يرجع مع هشام، دونك هو اوبليجي باش يرجع اوبليجي باش يرجع وكما تعرف لازم تصير توصيات، وانه اذا كان الكور من هذا الناس ثم ناس تمير ثم دو دومي ديفونسيف يحاولوا على الاكيليبر بتاعنا، وخاصه اللي قالها بكريكا الاستاذ قحبيش هو انه معناه ما نعيشوش الماتش لي ديفونسور نحكي انا
لي ديفونسور الخمسه التالين على الاقل باش ما نقولش سته ما نعيشوش الماتش كوم دي سيبورتور معناها دي المشاهدين لا لازمنا نعيشوا الماتش انا الكره تلعب وانا فينو صاحبي اه وصاحبي نقرب له شيء نقص الديستون تركيز تركيز تقني قريب تركيز ضربوا لي برشا بعض اون دو فيفو الماتش دونك مي نورمالمون نورمالمون ان شاء الله ان شاء الله يسهل الماتش من الاول ولكن اذا كان نكونوا مركزين وايكيليبري ونلعبوا من غير هبال باذن الله معناها في مقدورنا وانه نتعداو المنتخب هذا ان شاء الله لا نتصور معناها الصوره اللي اعطيناها على منتخب نقولي معناها صوره ما يهمش نعطيو صوره كبيره معناها باش حتى كي نربحوا واحد بشيء نبداو فرحانين برشا ولكن نتصور انه التالي المنتخب الانغولي رونابل انا التالي معناها اوتوروت محلوله معناها الاخر عمره 35 لا القدام هذاك يرقد عنده فرش ويرقد شويه من بعد يقوم ان شاء الله ما يقوم جمله غدوه معناها لا لا نتصور معناها بالمنطقه بالمنطق بالمنطق فريق التونسي جاهز وما عندوش خيار ما عندوش خيار غدوه الا الانتصار كما قال نبيل دقيقه الاولى دقيقه الاخرى اما يلزم لونتام دو ماتش كي البوكسور كي الكومباد بوكس معناها شنو ماك تعرف كومباد بوكس تبدا من الاول سير عشر من بعد في العقل يبدا يترهوش بشويه بشويه بون بعد بستوس يرقد واحنا ماركين لا سامحني نقطه فنيه احكي عليها زاد الاستاذ كيف كيف خاطر لانه مهم جدا بوسكارو الاستاذ حكى على نقطه فنيه قال كي تبدا يلعب ضد فريق متوسط يلعب باربعه التالي وكي يلعب ضد فريق كبير يلعب بثلاثه هنا زاد حتى المدرب استاف تكنيك سربي راهو سربي معناها خاطر لا المدرب استاف تكنيك نتاعنا استاذ لما تلعب ضد فريق مثلا نحكي لك راح نلعب ضد ليتوال وقت ضد ليتوال في الواحد ليتوال كان تلعب باربعه لعب ماتشات بخمسه ثلاثه التالي اسكو نحضر الماركاج نتاعي على ثلاثه على خمسه الجليسمو كيفاش يصير شكون يلعب قدام وثلاثه صحيح وثلاثه التالي اذا كان يعرفوا يلعبوا دونك تولي اشكاليه في كي تبدا عندهم الكره باش يوليو ديما عندهم خاطر الكدراج نتاع الثلاثه خمسه اثنين معناها مشكله كبيره في الجليسمو لازمنا نحن نصحوا الكره نحرموهم الكره باش نخليهم يجريوا اكثر ما يمكن باش بعد نلقاو خاطر بعد نلقاو في ثلاثه خمسه اثنين نلقاو الان كونتر ان هو سامحني جوست باش نكمل الكلمه الاخرى نسيتها بكري هو الموتور نتاعهم هو هيري نيلسون والا سيلفيو كروز هذوما نبيل هذوما اللي ياخذوا الكره من الديفونس والله هيري خاطر ما يخرجوش على لي كوتي هما ماك تعرف السيركوي بريفيرونسيال رجموا رقدوا الاولاد هما ما يخرجوش ما يسمعوك كيري وباستوش رجموا يرقدوا هما ما يخرجوش راهم فشوش هما ما يخرجوش على لي كوتي يخرجوا ديما عندهم ليبرو قدام الديفونس تريز ادرو معناها كي تقول لي قصرين دو باس عليه فهمني ولا خاطر اون فوا فيت وسونتر يولي صعاب برشا فما حاجه حلوه غدوه نلعبوا تقريبا في تونس صحيح عنصر هام مهم التوقيت حلو ياسر الدنيا وقتها بارده نلعبوا جمهور تقريب جمهور تونسي حتى المصري معناها معنا دونك كل الظروف معناها فريمون امباردونابل وانه الفريق التونسي غدوه ملعب حلو الملعب حلو الملعب الكل بصراحه ممتاز كل العوامل تخلي معناها ملعب حلو شوف ان شاء الله مهما كان قبيلة نبيل قال على الجور زي ما النجم وعلى الوقت ماركين صحيح هو المهم ثلاثة نقاط لكن بالنسبة للمنتخب التونسي وأريحية المباراة ما ندخلش في الشك إن شاء الله نسجلوا هدف نتاعنا في الشوط الأول علاش لأن المنتخب التونسي محتاج إنه يلعب المباراة في أريحية ما منتخب يحب السرعة على الأقل على الثقة واضح هكذا نكملوا مع مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الأنغولي نمشيو توا نتائج المباريات اللي تلعبت اليوم مباراة المنتخب الجزائري ضد المنتخب الكيني توا في الدقيقة 88 والنتيجة ما زالت 2 بلاش للمنتخب الجزائري المغرب ناميبيا انتصار صعيب للمنتخب المغربي ضد ناميبيا هدف مقابل صفر المباراة الثانية 2 بلاش للسنغال ضد تنزانيا أو قاعدين تشاهدوا في النتائج أمامكم ماتش واحد بليش المغرب ضد تنزانيا مباراة صعيبة برشا وكأن ديما نكبروا برشا في المنتخب المغربي المنتخب المغربي اللي في ثمانية كان يتلخرع ستة مرات يخرج من الدور الأول لا المغرب ظهر لي هذه أول كان عنده برشا بعد أربعة ولا خمسة اللي يفوز المقابلة الأولى المقابلة الأولى متاع المغرب في كل الكانات كان ديما أما يخسر وإلا تعادل المنتخب المغربي اليوم الحقيقة في الشوط الأول
معناها مستوى ضعيف وضعيف جدا. شوف الامكانيات والمرصوده المنتخب الاسماء، شوف الاسماء الكبيره اللي يخف فيها المدرب بتاع المنتخب المغربي، معناتها تستنى باش يربح ناميبيا 4% في الميتولو ايرفي رونار ذر رونار في الحسابات، معناها في الكاشي نتاعو رونار توقع الميدان مازلنا ما ريناش، ولو انه المغرب ديما ما نحكمش على المقابله الاولى، المهم ربح ربح، ولو انه معناها اللي ريناه بنمو معناها بالاسماء، معناها بن عطية زياش وصوف مرابط حكيم معناها اسامي رنانة، ولكن على الميدان تغير المغرب دخل بوفال ولات مقابلة اخرى، ولو انه الهدف زاد كادو معناها، ولكن فرحنا بطبيعة ماذا بينا احنا. لكن ثم مشاكل شوية متر في المنتخب المغربي، ثم مشاكل كبيرة متاع نجومية، لانه كنت نذكروا عندنا اسبوع او اسبوعين خرج حمد الله اللي هو لاعب شفناه في المنتخب السعودي في بطوله هداف خرج معناها وخرج مستاج جمله روح، فهمت؟ دونك ثم وهو تكلم بيدو، هو تكلم قال معناها ثم شويه تكتلات معناها بين يعيشوا لاعبين المحليين لاعبين المغاربه، قال لك قال سي با لا بروميير فوا 2017 كاس افريقيا 2017 المغرب تعرفوا ريفينو نار ما هز زيش هاي ما هز ما هزوش لنفس الاسباب هذه نتاع التكتلات و قال لك ما يحبوش حتى يتصوروا معاهم ولا معناها الحمد لله هذوما ما عندناش منهم احنا في 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 تونس في الجيل هذا على الاقل في السنوات قبل يمكن حكينا شويه كنا نحكيوا قبل على عنا هذا توا الحمد لله وانا في الفريق دليل المغرب اللي خوف المغرب سكو خذيت جرعه الثقه كما قال الاستاذ اول مره تربح براتيكمون ظهر لي كان معلوماتي معلومات الاستاذ صحيحه لكن عندها بنك قوي عندها بنك ثقيل معناها المغرب تنجم تبدا دوسمو ومن بعد تلقى روحها في كيما قلت انت تحكي ثلاثه نقاط براتيكمون تعديت اليوم كيرا الاحمدي را لاعبين تنشط معناها بوفال اللي هو كان ستار في ساوثامبتون وسيلتا فيغو وستيرا را النيسري يخرج يدخل خالد بوطيب را اليوم مبارك بوسوفه تبارك الله 35 مازال يعطي ايت بن ناصر سانت اتيان اكس موناكو يا ما اذا كان الاجواء خايبه مش باهيه داخل المنتخب كيما سيرا ماتش من بعد سيرا ماتش في الويتين مهما كان ربح يجيب اتقول لك حاجه وقت تصعب الامور من بعد في الظروف الصعيبه شنو اللي يخليك تتعدى فترات صعيبه ولا تبدا خساره ولا واحد هي اللحمه نتاع المجموعه الجو الباهي وهو الجو الباهي اللي يخليك تتعدى فترات صعيبه نتاع منتخب ولا نتاع لطفي اليوم باش نعطيك اكزومبل صغير على الكاليتي نتاع المغرب كلمه بركه باش يشوف ماتش السنغال مزراوي تيتولير انديسكوتابل في الاياكس بعيده ثلاثه سيكوندات باش عدل فينا شامبيونز ليغ ما يلعبش متفاهمين فيها نبداو متفاهمين هذا من الاجواء الخايبه ما شك اي فوالا واضح سنغال تنزانيا نبيل فنيبليش للسنغال والمتر وقت اللي بدينا الحصه قال اليوم شفت منتخب سنغالي وبقيه المنتخبات منتخب سنغالي وراء انه بعيد في المستوى على بقيه المنتخبات اللي شفناه حتى لتوا ومتر كليمو صحيح معناها حتى من قبل ما يبدا الواحد اللي يشوف المنتخب السنغالي والاسماء الموجوده معناها عنده كل شيء في المنتخب السنغالي الحاجه اللي زادت على المنتخبات الاخرى لانه يعني المنتخب المغربي لا يقل نجوميا على صحيح. على المنتخب السنغالي او المنتخب الجزائري ولكن اللي زاد اللي اليوم تشوف منتخب سنغالي يلعب لحمه وتحس اللي ثم لك صحيح ثمك الوقت تحس الناس يهزوا تيتر معناها الناس جوعان على تيتر لانهم ما عندهم برشا ما زوش تيتر ما زوش ما فهمش فهمت عمرهم ما هزوا دونك شفنا اليوم ولا ما معناها تعدات وفريق اللي عنده كل شيء لا بويسونس البيركوتونس التيلي كيف كاسحين وسط ميدان معناها على اعلى تيراز دونك الناس تعرف شنو تعمل حتى ستابيليتي حتى ستابيليتي نتاع لونترينير صافي بيان صافي بيان لونتون الو سيسي يخدم في جروب باهي شيء حتى المنتخب التشكيله الاساسيه والتغييرات ريسك مام هي مام هي ستابيليتي زعما عندها دور كبير باش تقدم معك جزائر اثنين بليس هشام ذاتكيلي بدايه موفقه بدايه كما يلزم المنتخب الجزائري اللي كان مباراه مازالت فيها بعض الثواني صافي بيان لونتون الجزائر ما ربحتش برومي ماتش نتاعها نتاع هذه حاجه باهيه حاجه بوزيتيف للجزائر الكل كجوارات الكل بتات كنت لون 2000 اخر كوب دافريك نتاعي 2017 راهو تعادلنا مع زيمبابوي معناتها لي زيمبابوي كانت تقدر تربحنا باربعه وخمسه انت صافي بيان لونتون الجزائر ما ربحتش برومي ماتش نتاعها في الكوب دافريك صحيح مات يعرف تاريخ وكل شيء وكوتش راهم يعرفوا انت باهيه بور لو مورال نتاعها صحيح انت حتى نقول اكتيالمون 90% تعدد الدوزيام تور انت ينجموا يعملوهم يربحوا يزيدوا يربحوا تنزانيا ولا مام يخسروا مع السنغال تعدوا الدوزيام تور بور لي زارجينيا معناتها الاوبجيكتيف نتاعهم يتعداو دوزيام تور زاد ماناش برشا ما تعديناش دوزيام تور بالجزائر بالافكتيف هذا ما تعديناش 2017
أنا تزيد ما تتعداش 2019 راهي كريس كبيرة في الجزائر. إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب. إن شاء الله. الجزائري في بقية البطولة الإفريقية هذه. مشو توا تقديم المباريات غدا مع شفيق بوقرة وخليل حمادة. برنامج الغد الاثنين 24 جوان من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر. المواجهة الأولى انطلاقا من الساعة 3:30 الكوت ديفوار جنوب إفريقيا، ويتطلع منتخب الكوت ديفوار بجيله الجديد إلى استعادة فريقه ومكانته التي اهتزت بعد خروجه من دوري المجموعات في النسخة الماضية عام 2017 بالجابون. في المقابل يبحث منتخب جنوب إفريقيا إلى الظهور بشكل جيد ويملك في رصيده لقب وحيد كان قد توج به عام 96 على حساب المنتخب التونسي. اللقاء الثاني والمنتظر ولحساب المجموعة الخامسة مباراة تونس وأنغولا. المنتخب التونسي بقيادة المدرب الفرنسي ألان جيراس يبحث عن طريق المؤدية إلى اللقب الثاني عندما ينطلق بالكالة المصرية ويواجه منتخب أنغولا الذي يشارك للمرة الثامنة في تاريخه، ووصل المنتخب الأنغولي في مناسبتين للربع النهائي عام 2008 والثانية سنة 2010 عند استضافته للبطولة. اللقاء ينطلق على الساعة 6 بملعب السويس. ونبقى في منافسات المجموعة الخامسة، اللقاء الثالث والأخير من برنامج الغد. مالي تلتقي موريتانيا، ويواصل المنتخب المالي رحلة البحث عن لقبه الأول في كأس إفريقيا خلال 11 مشاركة في البطولة، عندما يواجه المنتخب الموريتاني الذي يشارك لأول مرة في العرس القاري بقيادة المدرب الفرنسي كورتان مارتينيز. وتوقيت المباراة انطلاقا من الساعة 9. صادق، مالي موريتانيا. مالي موريتانيا مباراة مهمة للفريقين، لكن مهمة لنا احنا زادة، لأنه فريقين معنا في المجموعة. موريتانيا كما نعرفوا معناها ما فيهاش نجوم كبار، اسماعيل دياكيتي براتيكمون اللي هو نجم من نجوم بطولتنا، احنا من اقوى اللاعبين فنيا عندهم في المنتخب الموريتاني. فما مزج شويه ما بين الحضارتين، خلينا نقول موريتانيه السنغاليه، فما عديد اللاعبين معناها الحقيقه يلعبوا على المستوى المحلي. مالي اللي كانت على قاب قوسين مش ما تلعبش بطوله افريقيا، ورينا المزج ما بين السياسه والرياضه، خليهم ثلاثة ايام برك قبل الكان خذاوا معناها تصريح لوتوريزاسيون باش ينجموا يلعبوا. مالي جمعيه ممتازه جدا على مستوى وسط الميدان، ايدارا وسما سيكول يلعبوا مع بعضهم في سالزبورغ، واللي كان يدرب فيها نار جيريس يعطيك الصحه، وكان يدرب فيها جيريس معناها كيف كيف، كوليبالي قدام ادما تراوري، معناها لاعبين يرشوا في اكبر بطولات، ما لازمناش نستهنوا بهم. ان شاء الله تعدى مباراه ونشوفوا فيها كره. مالي اقرب برشا الحقيقه الانتصار من موريتانيا لاول مره تلعب معناها في الكاس الافريقي. كوت ديفوار جنوب افريقيا اول قمه، اول قمه من اللي بدات الكان، حتى توا نتفرجوا في مقابلات الحقيقه معناها مستوى ضعيف، معناها باش نكون متفائل نقول متوسط. انا تفرجتش الكان حتى توا معناها مقابلات غدوه، اول قمه، اول قمه معناها جنوب افريقيا معناها مقابله كبيره ياسر هي والكوت ديفوار لمجموعه المغرب، دونك مجموعه قويه، والمجموعه هذه تهمنا برشا لانه باش نلعبوا احنا مع كانوا في الاولانيين الى اخره، دونك تهمنا برشا. دونك غدوه اول قمه في الكاس الافريقيه باش نتفرجوا، تفرجوا كوره ونتفرجوا بعيون نتاع ربما غدوه هذم نقاوم قدام عين القدام به. كملوا مع الفيتير هذايا وزملائنا الصحفيين في مصر كيفاش قاعدين يعيشوا، كيفاش قاعدين يمسوا في المهمه نتاعهم مع امير زيتوني عبد الرحمن العاش.
الحاضر بتاع الزملاء الصحفيين كمل معاكم بالمساج للمنتخب الوطني التونسي وملاعبيه المنتخب الوطني التونسي. لطفي لو كان جيت مدرب ولو كان جيت حاضر مع الملاعبيه شو المساج اللي توصلوا له؟ هو المساج واضح، المنتخب التونسي عندنا احسن، معناتها القائمه نتاع الملاعبيه اللي مشات لمصر احسن من احسن ما فما، معناتها وبريفيليج بالنسبه لهم هما اللي يمثلوا العالم التونسي ويمثلوا البلاد هذيا. الشعب التونسي الكل راهم ثقتنا فيهم كبيره برشا، مهما كانت الصعوبات باش يلاقيوها. نعرفوا اللي الوصول الكندية تعبوا عليها ويستحقوا انه يمثلوا البلاد هذيا احسن يعني تشريف. بالنسبه لي اللي احنا نعرفوا اللي عندنا ملاعبيه ممتازين برشا اللي باش يلعبوا واللي باش يكونوا احتياطيين واللي باش يكونوا خارج القائمه، مهما كانت التشكيله اللي باش تلعب غدوه الشعب التونسي الكل راهم ثقتنا فيهم كبيره برشا. المهم انه يلعبوا بالامكانيات نتاعهم ويلعبوا بالروح اللي متعودين يلعبوا بها، والانتصار مهم يفتح باب الترشح معناتها بصفه كبيره برشا. عندنا ثقه كبيره في المنتخب هذايا رغم الصعوبات ورغم بعض الاحيان يصير بعض التشكيك في قيمة ملاعبي أو في بعض الاختيارات، لكن احنا وراء المنتخب هذايا مهما كانت الظروف ومهما كانت الصعوبات. هشام. معناتها تونس مساج للزوز هشام. مساج للزوز عطينا. لا بيان سور. في المنتخب الجزائري. لا جيمغي بيان الزوج يمشيو فيناليز، أنا يمشيو الزوج. أما الزوج تونس باش تكون معناتها فافوري معناتها مع الجمعية مع ليزيكيب ناسيونال الأخرين تكون بريسيون عليها من كوتي نيجاتيف وكوتي بوزيتيف. مي جامري بيان ان شاء الله باش يعدوا كوب دافريك باهيه في ليفيكتيف اللي عندهم، معناتها ما عندهم ايفيكتيف باهي، وانا والله فرحان بالايفيكتيف معناتها لا ماجوريتي صحابي هذيك، ان شاء الله باش يعدوا كوب دافريك زوج الجزائر وتونس يعدوا كوب دافريك باهيه ان شاء الله. نبيل. والله شو المساج الوحيده معناها ستين اوكازيون معناها باش تكتب التاريخ باللاعبيه هذوما، لانه من 2004 تقريبا اليوم 2019 معناها تقريبا 15 سنه إذا كان تعاود دخل الفرحة معناها للتوانسة الكل، معناها كل واحد يحط نفسه ويخمم خمم يقول أنا اليوم في فرصة تاريخية نجم نكتب التاريخ ونكتب اسمي ما يتنساش مع كرة القدم التونسية. هذوما يمثلوا تقريبا في الشعب التونسي الكل، دونك الناس كل وراهم، الناس كل معاهم، نحن يلعبوا الكرة نتاعنا اللي نلعبوا فيها اللي شفناهم يلعبوا فيها، ما عندناش ما حسش بحاجة زايدة، حسنا الكرة اللي شفناها في الماتشات الباهين. ماتشوات الباين شفنا كور، شوف الناس تلعب كوره، الناس تمشي لقدام، الناس تعرف شنو تعمل ويقعدوا لحمه واحده، لانه بتصير هذا يلعب هذا ما يلعبش وهذا جيرون تاع الجروب، معناها لازم تكون لحمه، ثم هدف واحد، الناس كل مع بعضها، الناس كل باش ما تصيرناش شكل والحمد لله في المجموعه هذه ما عندناش هي هذاك، الحمد لله المجموعه هذه مع المدرب، كلمه على المدرب كريكا لانه قال نجموش نحلموا عبد الرحمن على السل البصعيدي. اولا ساعه نقدروا احنا بوسعادي لانه في موقع ما نجمش يعطي التشكيله حتى ولو يعرفها، وهذا معناها معناها ما نجموش نقدروا نقدروا الموقع نتاعو. ثاني حاجه المدرب هذا انا قلتها في عديد المرات، مدرب نحن جبنا مدرب على جبناه المدرب هذا شكون واضحين، مدرب جبناه عنده خبره افريقيه رانا منتخبات كبيره، نحن لانكاردو فينال من لعبيتنا قاعدين كل ما نمشي نتعداو لانكاردو فينال، دونك تقريبا على الاقل 80% 75% دونك على الاقل اون فيز بور لو مومون هو الكاري وانا طول مويا، وعندنا من احسن المجموعات اللي اتخلقت على الاقل في ال 15 سنه الاخرانيه اوموا، دونك ما تميش علاش الجامعه التونسيه موفره كل اللي يستحقوا المنتخب لوجستيا وماديا وامكانيات وكل شيء، ما فماش علاش باش ما نكونوش ان شاء الله باذن الله بالتوفيق مع دريا نكونوا متوجين ان شاء الله نكونوا ساعه في الكاري ومن بعد نحكي صادق هاي بسرعه كيف بسرعه كيف نفس معناها التخمام نبداو خطوه خطوه مباريات معناها ما نستسهلوهمش نربحوا مبارياتنا الساعة الأداء يجي من بعد وإن شاء الله في الدور الثاني فما حديث آخر لكن جوست كلمة صغيرة كي نبداو نلعبوا إن شاء الله ونربحوا نبداو نخموا نبداو نخموا مع شكون باش نلعبوا خاطر كي مارينا نبداوش نحسبوا على بك لا نبداو نحسبوا من بعد خاطر كي مارينا البرتغال في 2016 خمت بالكدا قالت روحها من الكاري الآخر ما فما حتى حد لا إيطاليا لا إنجلترا لا في كلمة للجينيراسيون هذه ما تجيهمش كان كيما هذه راه معناها يلزمهم يخموا كانت الاخرين وين والجايين وين، هذه في مصر بلد عربي تحصح له جماهير معاك ما عندكش بليسي ما عندكش مضروبين ما عندكش راهو الكان هذيا معناها الحلم مشروع
باش تحلم حلم مشروع. معناها مانيش حلم بالمجد، معناها حلم كبير نو ينجموا يحققوه، لانه سي لوكازيون او جامي بالظروف هذه الكل، بالميدان بالجماهير بدنا سي لوكازيون جميل. الكره عند اولادنا ان شاء الله يكونوا كما هما ان شاء الله. ان شاء الله يكملوا مع زملائنا الصحفيين في مصر. حاليا حق التنظيم ممتاز، نحضر التمارين معناها ما فيش تعطيلات، معناها حق الامور تصير حق. ما قصرتش مصر معناها في التنظيم حاليا، معناها خذتها ما تعرف هي اخر وقت وتبدلت وتغيرت، ونتصور اللي حتى نشوف سوندو دو بريس مركز اعلامي معناها متطور فيه كل شيء. ما نتصورش كان ثم مصور صحفي معناها متقلق من الخدمه اللي هنا. الحق اجمالا الظروف طيبه اكيد، وانه بدايه التضارب وفعليا يعني انطلقت الامور في السويس يوم السبت. اليوم فقط ممكن صارت تشكيليه صغيره، وانه التاخير بالنسبه للنده الصحفيه للمنتخب الوطني التونسي على انجليز، فما 4 ساعه ولا 4 دراج تاخير مع شويه فوضى، ولكن اكيد انه باش تنظم الامور من هنا فصاعدا. لقينا برشا صعوبات في الحصول على بطاقات الاعتماد، أمور تنسيقية يلزم تتوضح الأمور من هنا فصاعدا بين وسائل الإعلام التونسية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يعني باش تبدا الأمور واضحة يلزمنا نسق أمورنا من قبل ونعرف شكون ماشي وشكون مش ماشي، لأنه احنا زاد نتحملوا جانب من المسؤولية في مثل هذه الوضعيات. خلينا نعديو مثل النقائص اللي موجودة اللي شفناها هنا في المركز الإعلامي أو في الدورة ككل. نعتقد أنه من نجموش نلوموا برشا على الخير في مصر على المسألة هذه، نخدموا في الظروف هذه، خدمنا في ظروف أتعس منها في بلدان أفريقية أخرى، وإن شاء الله المهم أن المنتخب الوطني يكون هو في أحسن الظروف غدوة إن شاء الله باش يربح أنغولا ويمشي بعيد في الكان. أكيد ما نجموش تكون أمور خارقة العادة، لكن الأمور مقبولة ومرضية بالمقارنة اللي نعرفه. مصر خذت الكان هذه يعني عودة الكاميرون، وما فماش 6 أشهر من اللي خذت قرار التنظيم، لكن خاصة ملعب السويس اللي قبل شهرين في القرعة شفناه كان يفتقد لأبسط الكماليات، اليوم ملعب ممتاز على مستوى الأرضية، على مستوى المدرجات، على مستوى حجرات الملابس، وحتى الميديا سنتر نشوفه مجهود كبير عملته اللجنة المنظمة في مصر تشكر عليه. المدرب ألان جيريس ما حكاش على تيم واحد، ما حكاش على تشكيلة ثابتة، حكاية تقريبا على روح مجموعة. قال اليوم ما عادش نجمو نحكيو على سخانة، خاطر متعودين نحن في جانفي وقت كنا نلعبوا كؤوس أفريقية سخانة كبيرة ياسر، معنا حتى عذر الساقين في القاع ما لمح لحد شيء. بار كونتر المدرب نتاع المنتخب الأنغولي حط تونس المرشح الاول في هذه المجموعه، وحط تونس في الهاي ليفل العالي، قال تونس قادره ان هي تحصل على كاس افريقيا. يعني اليوم حرب اعلاميه كبرى، شكون الصادق وشكون الغلط. المنتخب الوطني التونسي على الورق اقوى منتخب انغولا، منتخبنا هو المرشح يكون على راس المجموعه هذه. صحيح جيريس قاعد يخبي في الاوراق نتاعو، واحنا حتى كاعلاميين صعيب باش نتحصل على المعلومه نتاع المنتخب الوطني، هذا من ناحيه ايجابيه نقولوا التكتم ان شاء الله التكتم يكون في محله، على اعتبار كونه المدرب ان شاء الله يفاجئنا على المستوى الفني ويقنعنا ومنتخبنا يقدم مقابلات محترمه. والاهم من هذا الكل انه نمشيوا ابعد ما يمكن في الكان هذه، وان شاء الله اقل شيء نصف نهائي. المؤشرات كل طيبه حسب المقابلات الوديه، لكن في الرسميات حساب اخرى، وماتش انغولا نجم يكون مقياس باش نعرفوا الوجه الحقيقي نتاع المنتخب نتاعنا. اصعب حاجه الدخول في 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 الدوره، اصعب حاجه هذه اي فني يقولها لك. علاش؟ لخاطر لو كان يكون منتخب نتاعك وانت تحب تروح بعيد، اوكي، لو كان يكون جاهز 100% راك بعدين مشي تيح مش عم دروب. اللي شنو اللي لازمك تكون؟ تكون جاهز، لكن نقولوا احنا 75-80% وتبدا النسق يرتفع تصاعديا باش توصل نظريا 100% في الفاينل. نلعب كل حسم الكونفرنس دو بريس وجدي كشريده قال حاضرين للموعد هذايا، وان شاء الله منتخبنا يؤدي بشكل جيد. كذلك جيريس حكى على الجاهزيه نتاع المنتخب الانغولي، قال نعرف المنتخب الانغولي قابلته لما كان يعني وتجول بين المنتخبات الافريقيه، اكيد تبدل وتغير، لكن منتخب محترم، لكن منتخبنا قادر انه يكون يعني في اول ظهور ليه في الكان يقدم اداء جيد ان شاء الله. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
إذا هكا مشاهدينا الكرام نوصلوا لآخر حصتنا الليلة من يوميات الكان. نبقى لي كان باش نشكر ضيوفي ميتر، يعطيك الصحة، شكرا ليك نبيل لطفي هشام وصادق، شكرا أيضا الجماهير الحاضرة معنا الليلة، شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، دمتم أوفياء الوطنية الأولى، تصبحوا على خير. لو ميت حاجة